خصمك عنده قيمة نبعث لك مرسول. مرسول الحب، مرسول السلام، مرسول الخدمات الثقافية الاجتماعية المتنوعة. أنا زميلتي إيمان وكل طاقم برنامج صباح الشروق نطل عليكم يوميا كي نقدم لكم أحسن ما لدينا من خدمات. إن شاء الله يا رب. نصبحوا بالخير عليكم. أكيد نصبحوا عليهم بكل خير بكل حب. باقة ورد نبعثوها لكم من هذا البرنامج ليكم لبيوتكم. إن شاء الله تفتحوا قلبكم طيلة ساعتين ونصف من الزمن. تستقبلوا إن شاء الله خدماتنا، ضيوفنا، محطاتنا بكل صدر رحب إن شاء الله. التنوع دائما موجود والتميز ايضا موجود، تميز في كل شيء، في خدماتنا، مواضيعنا، في ضيوفنا ايضا. صح، ضيوفنا اللي يسجلوا حضور مميز من خلال استعراضهم العديد والكثير من المواضيع لنختارها كفريق اعداد. اجمل سلام للجميع، ان شاء الله يا رب يوفق ابنائكم الممتحنين في شهاده البكالوريا. كل شخص عنده مبتغى ان شاء الله يحققه في هذا اليوم، بدايه يوم موفق نتمناه للكل. اذا العديد والكثير كما قلت ايمان من الفقرات المتنوعه اللي صاروا متعودين عليها خلال الاسبوع، وفقرات جديده ايضا نتبعوا من خلالها الحدث وكل ما يدور ويجول في الوطن الحبيب. الصحه راح تكون حاضره بحضور دكتور شتقنا لاطلالته معنا، دكتور بوعبيد، راح نعرفوا على الموضوع اللي اختاروا لنهار اليوم. ايضا الاستشارات القانونيه راح تكون حاضره معنا، محطه فنيه جميله جدا من ضيف فنان جانا من الجنوب الكبير، ان شاء الله راح نتعرفوا عليه ايضا. الجمال وفقرات اخرى متنوعه، تفاعل دائما حاضر ايضا في برنامجنا من خلال ارقام الهاتف اللي تظهر اسفل الشاشه ولا حتى عبر صفحتنا الخاصه ايمان جنادي اوفيسيال، وايضا لطفي عايشوني، ولا صفحه برنامج صباح الشروق على الفيسبوك. نتقبلوا كل شيء، انتقاداتكم، محبتكم، تعليقكم الايجابيه ولا حتى السلبيه، كل شيء على راسنا من فوق. ركزوا لنا على انشغالاتكم، كل التوصيات راح نديوها بعين الاعتبار. اذا حضروا نفوسكم نفس قوي نبداو به هذا اليوم، دايرين حول مدرسه الصباح، صحه قيادتكم، استمتعوا بها، اللي ناض هذا وين صحه النوم، صح صحوا معنا مليح. رايحين على فاصل، من بعد نروحوا نمارسوا مع بعض، انتم تمارسوا بعض الحركات الرياضيه، لكن قبل ذلك نديو انا نسمعوا رنة الهاتف، وقبل الحركات الرياضيه ايضا راح تكون عندنا جوله خفيفه متنوعه ان شاء الله. ناخذ اول اتصال نقولوا الو صباح الخير. صباح الفل والياسمين، اهلا. واش راكي اخت ايمان؟ والله الحمد لله. شحال الاخ لطفي؟ لاباس الحمد لله. راكم منورين، لا النور كله نوركم. ربي يحفظك حبيبتي، شكرا لك. راكي راكي مليحة؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. اهلا وسهلا. نورا، لا نورا ما أيه؟ عقلتك نورا، اهلا وسهلا. دائما الاتصال الاول يكون مع في البرنامج. وحكم وحكم كيما تقول لي اني ندير قهوه وندير ميلاد خفيف نقعد نفرج فيكم ونعيط. كيما كرهتيش راكي، ما كرهتيش تعيطي راكي حسني بالك، راكي غير انت راكي تعيطي، خلي الناس نقول لها الله غالب انا كنت نرتاحهم ونحب نعيط لهم. تحبك الجنه ان شاء الله يا رب. حكمتينا بسهوله، حكمتينا بسهوله. ما تعبتيش باش حكمتينا؟ لا شوف انا بيتكم، شوف بيتكم تليفون سبيسيال ليكم. ايه الله الله غير ليكم والله ما كاش احسن. ربي يحفظك على واحد ايديتي. ربي يحفظك. على بالك انا سالتك السؤال هذا لانه على بالك علاش سقسيتك، لانه خلال فتره الامتحانات امتحان خصوصا شهاده البكالوريا الكل لاحظ انه فيه مشكل في الاتصالات، انقطاع في الانترنت، خط الانترنت. كيفاش راكم تجوزوا وقتكم في هذا التغيير؟ انا كما انا يا ما على باليش بزاف بالانترنت، صح عندي اختي مدمنه. شوف وحدها راهي مقلقه، وحدها راهي مقلقه، كيقولوا الانترنت هذه فتره تاع الباك تولي واحد واش نقول لها واش بيك كنت تقطع كاع عام كامل ثاني صار لكم كيما هكا. والماء عندكم راه ينقطع ولا راه كاين الماء؟ الماء؟ ايه كيما حنايا جهتنا شويه ما عندناش الماء بزاف مع هذا الغبا البونطاب اللي داير عندنا حاله، راه تسمينا الكليما راهي ماهيش مليحه، الماء ناقص عندنا بزاف بزاف. حتى احنا في الجزائر العاصمه راه تذب ذب رهيب. واه حنايا كاع انت ما عرفناش المشكل من وين. حنا ولينا الصبح حنا ولينا الصبح نخرجوا من الدار باش نجوا للعمل ما نلقاوش العين، وكي ندخلوا العشيه ما كانش وما كانش، كي نروحوا يزيدوا يقطعوها. واه حنا ثاني مسكين، بصح الفتره راهو ناقص بزاف بزاف، ما حنا ما شعلناش عندنا
مع السخانه دوكا فصل الصيف والناس تروح للبحر والناس تحب يعني الاستحمام في كل وقت صح. مشكله خصوصا الجزء العاصمه راح نحاولوا نتواصلوا مع المسؤولين عن مؤسسات توزيع المياه باش يعطيونا بعض التوضيحات ربما للمواطنين اللي راهم يعانون من هذا المشكل. الاخ لطفي نشكرك على الحصه تاع رمضان كنت ربحت معك في رمضان إيه. تعلم ما قلتي لي مزيه قلتي لي نقول فقط لكل الاشخاص اللي فازوا معنا انه اداره الشروق راح تخصص يوم تعيط الكامل فائزين ويجيو ان شاء الله هنا الجزائر العاصمه باش يستلموا كل الجوائز والهدايا ان شاء الله يا رب. ربكم طولت عليكم بارك الله فيكم صحيتوا وبلغوا لي ايمان الاخت اكرام نجولها تحيه يبلغ إكرام. يبلغ اكيد كاين نجولها تحيه بارك الله والناس قصر شلال وين ما يعيط يقولوا لي ديري لنا دي ديكاس كاين تحيه كبيره لهم كاين فامي جيراننا ثاني تحية كبيرة عائلة توامرية طول جيت عيطني تشطب تقولي نورا لقيتي كي تعيطي قولي غير لفامي توامرية باسكو تتفرجكم بزاف تحية كبيرة لعائلة توامرية تبقاو على خير شكرا ديك الناس قصر شلالة ولا فامي جمعي ولادي ملك وعباس بنتي ما روحي شوفي اخت ايمان كي تشدي صباح تقولي روحي جيب لي تليفون تقولي هاك تحال شارجي وعيطي نقول لها يا ودي راني نعيط راني جات تليفون سبيسيال ربي يحفظك شكرا لك يعطيك الصحة تبقاو على خير وبارك الله فيك شكرا جزيلا لك اذا ايمان نروحوا على فاصل ينضم الينا الكوتش ومن بعد نكملوا ونزيدوا نديروا دردشه اوكي اوكي لطفي تامر اهلا وسهلا بالكل تحيه لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح اختار قناتنا الشروق العامه برنامجنا الصباحي صباح الشروق ويمكن لا ترى الا النور ان شاء الله معنا في برنامجنا لنهار اليوم والبدايه كما قلنا بنفس قوي نعطيو من خلاله كل الطاقه انا سبقت الكوتش منير بديت حركه رياضيه قبل الكوتش عملت في جوله في البيت الصباحي صباح الشروق صباح الخير منير اهلا صباح الخير صباح الخير صباح الخير مشاهدينا الكرام كما قلت دائما نبداو الحصه تاعنا ولا بالفقره الرياضيه لمزيد من الطاقه والنشاط والحيويه باش نبداو لا جورني تاعنا اليوم واش عندنا نخدموا عضلات البطن اللي يحبوها كاع الشعب كاع ماشي غير ليزاجيري احنا نقولوا كاع الكل يبحث على الوصفه آه. الكل يبحث على عضلات البطن ويتخلص من البطن وموسم الصيف بالاخص الناس يروحوا للبحار يحبوا يبانوه الو بروفيت اليوم باش نخدموا ليزابدو ديالنا احنا نخدموهم بطريقه مختلفه على مجموعه فين نخدموا خدمناهم ديجا وصول خدمناهم ديجا في فلاشاز اليوم حنا نخدموهم واقفين كما قلنا توجور نسيو نبسطوا لو ماكسيموم باش الناس كاع تقدر تخدم معنا اليوم عضلات البطن حنخدموها واقفين تمارين بسيطه جد بسيطه ماشي غير بسيطه راح نخدموهم سيو تبعوا معايا بالعقل قبل ما نبداو توجور واش نديروا قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع نبداو بليشوفمون ديالنا حركه بسيطه تاع ليشوفمون ونتكل على ربي انا راني واجد راكم واجدين ان شاء الله يلا نبداو بالعقل منير قول لي برك سؤال بسيط كي نقولوا البطن هو حزام البطن كامل لا سينتور ابدومينال مي حنا بوكو بلوس راح نسيبليو بوكو بلوس لو كرون دروا اي لي زوبليك اليوم اوكي اللومبار راح نخليه في وسط قديمه لانه مع انه كي نقولوا عضله البطن كما قلت هي لا سينتور كاع عاديه باسكو هي رابط ما بين اللومبار لو با دو دو مع اصعب منطقه انا بالنسبه لي هي الجوانب لي زوبليك صح لي زوبليك ولي با لي با دو بونس يعني الجانب السفلي تاع البطن احنا راح نسيو بالعقل كل حصه نسيو نقيسوا زاويه من زوايا تاع البطن اوكي اليوم راح نسيو كما قلت راح نقيسوا ان بو دو تو يعني راح نقيسوا لو كرون دروا ونقيسوا شويه لي زوبليك شحال من الوقت باش يبدا يتشكل هذوك العضلات هكا كيما عضلات البطن شحال باش الوقت الانسان يمارس الرياضه باش يقدر يحصل على ما كاش وقت معين ما كاش لان في بالي هي اصعب منطقه في الجسم ايه صح بصح هي اصعب منطقه في الجسم لكن اصعب الحاجه اللي تخلي الكرش يعني تزيد ولا تنقص نظام غذائي نظام غذائي صح يقدر الانسان يدير نظام يكون عنده نظام غذائي متوازن ومليح يعني ما يكونش فيه بزاف دهون ما يكونش فيه سكريات عاليه وكذا يكون عنده الفونتر بلا ما نقولوش لي زابدو يعني ما نقولوش العضلات البطن البارزه لكن يكون عنده البطن المسطح يعني وعدم الحركه ماشي عدم الحركه وكثره السياقه ثانيه فوالا البير والقعاده هذوما يزيدوا يخرجوا البطن فوالا اوكي نبداو على بركه الله نبداو نشوف مو ديالنا باش ندخلوا في الحركات كثرنا عليه الهضره لا هو صافاك يطبقني هضره هو بالنسبه له بروفيتيهم في الحركات تحت مع زوج الدارين اليوم جانا على هضره قلنا مولي علاش الو نبداو اليوم بلا مارش مارش سير بلاس توجور ناكتيفي لي بار ديالي كما قلنا توجور نسيو في الحركه تاعنا ولا في الحصص تاعنا نسيو نتعلموا ثاني الحاجه اللي هي مهمه اللي هو التناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه ديروا لنا موسيقى ان شاء الله الى حبوا لطفي
احنا نسي نطلع بالعقل لي جونو ديالي، نسي نطلع ولا حنا نوجدوا العضلات على البطن تاعنا بالعقل، لي بوكو بليس لا بارتي انفيريور جونو بواترين هنايا، نسي نخدم يديا. لو كي نحس روحي الاز دوك راح نسي نخدم يديا من الاعلى، ندير لي تيراج ونسي نقيس لي جونو هنا، لي برا ديالي يكونوا طوندي كومبليتمون بلافون، ونسي نقيس لي جونو. نحسب دائما كما قلنا 10 يمين 10 يسار، هادو من بين القواعد تاعنا تاع التسخينات اللي رانا ان شاء الله نورمون رانا متفاهمين عليهم. دوك نسي نديرو جو طاب لو سول هنا بلي بوان دي بي برك بلا ما نخدم يديا كتمرين اول ولا كمرحله اولى، كي نافونسي بالعقل راح نسيي نزيد شويه في الريتم ونسي ندير ان بالونسمون تحتها نهبط ونطلع. واش نديرو دوكا كيما على بالكم لازم نخدمو شويه يدين، هذا من بين التمارين تاع التناسق اي او ميم طو لي شوف. دوك واش نديرو راح نبدلو التمرين، نديرو لي طالون فاس هنا دروات غوش، دائما التمرين الاول بشنو ما لازمش نخدمو يدينا ولا باش بك نوالفو التمرين، كي نوالفو التمرين نخدمو يدين افيك ان بالونس مول هنا توجور، نسي نهبط شويه الاسفل ونطبع بالبي ديالي. كي راح نبدلو التمرين عاود نوليو لهنا، نوليو لي ستيب تاتش ونسي نخدم يدي لهنا للامام، هنا نطبع اون فوا دروات اون فوا غوش، يمين يسار 10 يمين و10 يسار. نبدلو الاعلى ولا سور لو كوتي كيف كيف 10 يمين 10 يسار. هما هادو كاع تمارين تاع التسخينات لكن بطريقه غير مباشره رانا نوجدو في العضلات تاع البطن ديالنا. نسي نروح هنا ندير ان دومي سيرك لاتيرال هنا يمين يسار، لو بوس تاعي يكون توجور دروا وما ننساش التنفس ديالي. نعاود نولي لهنايا نكملو لي شوفمون ديالنا بلا مارش رابيد ونزيدو نطلعو شويه في لو ريتم. هذه هي لا مارش سور بلاس ولا مارش رابيد سور بلاس اللي نقدروا نديروها في طابي ولا نقدروا كما قلنا بدون اعذار، هذا هو التمرين اللي نديروه في طابي. لو طابي رولون اللي نحكيو عليه تسمى الناس اللي عندهم طابي رولون يديروه في الدار، واللي ما عندهمش هاني ندير لا مارش رابيد سور بلاس كما قلنا باش ما يكونوش كاين اعذار. نقدر نزيد نديفلوبي ليكزارسيس تاعي نافونسي اي جو ريكول هنايا نافونسي ونولي اللور هادا تان سي لا مارج سور بلاص ما تحقش اسباس كبير في الدار 100 على 100 تقدر تخدم التمرين هذا. هكذا نكونوا كملنا لي شوفمون ديالنا اليوم كيف كيف ما تحقوش لو طابي تاعنا، ما نسحقو حتى حاجه، ما نسحقوش معدات رياضيه، نسحقو الجسم تاعنا برك والتركيز مهم جدا. وتابعوا معايا نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول واش راح ندير؟ راح نكون واقف هنايا دي فاس يدي راح يكون هنا، راح ندير حركه جد بسيطه. واش ندير؟ راح ندير كرانش لكن واقف، راح نسيي نهبط هنايا في الوضعيه هذه ولا في الحركه هذه نعاود نطلع. والتركيز وين راح يكون؟ ولا لاستوس تاع ليكزارس هذايا باش نحس للعضله تاعي، لازم كي نهبط ندير لو كرو هذاك، يعني كي نعوج ظهري لهنا هنا لازم نزير او ماكسيموم لي فونتر ديالي. انا ما باش اش راني نبان في لاكاميرا ولا لا، نروح دو بروفيل باش نبان لهنايا يعني على الجانب باش يبان ظهري كيفاش يتعوج ولا الكرانش تاعي كيفاش راني نديرها. نعاود نطلع كومبليتمون ناليني بيان الكور تاعي ونعاود نهبط هنايا. هذه هي المنطقة المهمة ولا الوضعية المهمة تاع التمرين هنايا، نسي نزين نعاود نطلع بلعب هنا دي كونتراكتي وهنا كونتراكتي وماكسيموم نعاود نطلع بالعقل في الحركة هذه ولا في نهاية التمرين هنايا، هنا اللي لازم نحس لا كونتراكسيون مسكولار تاعي. نعاود نطلع بالعقل نعاود نطلع هنا نسيبليو بوكو بلوس لا بارتي سوبيريور تاع لو فونت لي جينيرالمون كيسوا كاع في لي كرانش. نعاود نطلع بالعقل
راح نعاود نولي دي باس. تمرين جد بسيط لكن جد مهم. والمهم والاهم في التمرين هذايا لازم نخدموه بالعقل، ما نسحقوش لا رابيديتي، ما نسحقوش لا فيتاس، باسكو ما عادش نخدمو حاجة كارديو، أنا نخدمو رونفورسيمون. والتمارين تاع التقوية لازم توجو نخدموها افي كونسونطراسيون، يعني كونسونطري مع التمرين هذاك باش نحس العضلة تاعي اللي نخدم فيها. هكذا نكونو كملنا 20 خطرة في هذا التمرين، يعني أنا درتو 20 خطرة، أنتم ديروا 20 خطرة في أربع مجموعات، يعني 20 وعندكم مدة راحة من 30 ثانية حتى ل 40 ثانية، ونعاود مجموعة ثانية فيها 20 كيف ندير لو طون دو ريكوبيراسيون تاعي، ونعاود تروازيام سيري اي كاتريام سيري. دوك نروحوا للتمرين الثاني اللي راح نخدموا فيه جنو، ولا نخدموا فيه لابارتي تاع لي كوتي اللي كنا نحكي مع لطفي اللي هما لي زوبليك. نفس الوضعيه راح نكون بها، لكن هذه الخطره واش راح ندير؟ راح نطلع لو جنو تاعي عند لو كود هنايا في الحركه هذه هنا. نعاود نعود لها هنا، نعاود نعود لها. نسيي واش ندير؟ نلاقي الكود تاعي مع لو جنو هنا. نعاود نهض، نعاود نهض بالعكس. معليش الناس اللي ما تقدرش، ماشي لازم نقيس كومبليتمون، نقدر شويه برك ونعاود نهبط كل واحد والمقدور ديالو، والناس اللي تقدر تكمل معايا. هنايا لازم نحس العضله الجانبيه تاع البطن، يعني راكم تشوفوا تلاحظوا لما مانيش نزغد راسي بزاف، نسيي فيكسي بيان رقباتي جونو بك لي سيي يطلع عند لو كود، وندير الفليش الكور تاعي هنا سور لو كوتي هنا، ونزير بيان. نعاود كما قلنا التمارين نخدموها ببطء باش نتقنوا التمارين، لانه الا بدينا نخدموا رابيد ماش راح نستفادوا منه بزاف. هكذا نكمل هنا في التمرين هذا نخدم 15 من خطرة يمين، دوكا نحن نخدم 15 يسار، نفس الحركات هنا، نعاود نهبط، هنا الكوتي ونعاود. نفوز دائما كما قلنا، جد مهم. هكذا نكونوا كملنا 15 15. هذا التمرين عندنا فيه راح نخدموا ثلاث مجموعات يمين ثلاث مجموعات يسار، يعني 15 خطره يمين ونزيد روح يسار، ومن بعد ندير ريكوبيراسيون تاع 30 ثانيه، ونعاود ديزيام سيري نفس الشيء 15 يمين 15 يسار، نزيدوا نريحوا 30 ثانيه ونزيدوا 15 يمين 15 يسار. دوك نروحوا للتمرين الثالث اللي هو نسيو اون فاسيب لي لابارتي انفيريور تاع لي زابدو، تمرين ثاني جد مهم. واش راح نديروا دوكا؟ دوكا غنسي نطلعوا الجنو عند لابوترين ديالي، نطلع الركبه تاعي عند الصدر تاعي. واش ندير؟ حركه بسيطه هنا ونعاود نهبط، ونعاود نهبط هنا، نزير بيان العضله تاع البطن تاعي ونعاود نهبط هنا. راح نقيسوا كاع البطن تاعنا، لكن يعني التركيز اكثر راح يكون على الجانب السفلي. نعاود نهبط، نظن انها تمارين بسيطه كاع الناس تقدر ديرها. كما قلنا لاستيس وين راهي، لازم نخدم ببطء باش نحس العضله تاعي. يعني 15 يمين، لو كان نروح 15 خطره تاع لو كوتي غوش. نخدم بلعب خطره وكي نهبط عندي كونتاكتي لو ميرش تاعي. كي نطلع نفتح بيان الصدر تاعي وكي نهبط، ولكن نطلع نزير اوب نعاود نولي. هكذا نكونو كملنا 15 يمين 15 يسار. انتم تكملوا ثلاث مجموعات اللي بقاو، ولا المجموعتين اللي بقاو اللي هما تاع اليمين ومجموعتين يسار. نروحوا للتمرين الرابع، راح نعاودوا نوليو العضله الجانبيه
مي واش دوكا حنا نخدموا كروازي يعني تقريبا كما تبين الاول، لكن حنا نعكسوا الحركه تاعنا، نبقى في الوضعيه هذه يديا هنايا. دوكا حنسي نطلع جينو غوش عند لو كو دروات، يعني راح نخدم في العكس هنايا ونعاود نخدم هنا ونعاود نخدم نسي هنايا اللي نزير، كي نطلع الكود ولا نطلع جينو عند الكود اللي نزير. نحسب كما 15 نروحوا للجهه المعاكسه نفس الشيء هنا. نعم دائما نخدموا العكس. دوكا الركبه اليمنى نطلعوها في الجانب الايسر، هكذا نكونوا كملنا لي 15 ريبيتيسيون دروات لي 15 ريبيتيسيون غوش. يبقى لنا التمرين الاخير اللي هو راح نخدموه كما قلنا باش نبقاو توجور في لاسينتور ابدومينال، والتمرين المهم يعني ولا اللي يقوي عضلات الجسم كاع وخاصه لاسينتور ابدومينال اللي كنا نحكيو عليها من قبل اللي هو لا بلونش ولا ليغيناج. راح نهبط الوضعيه هذه هنا باش نبقاو دائما في الموضوع تاعنا ولا في الحصه تاعنا اللي هي عضلات البطن. هذا تمرين يقيس ولا يستهدف عضلات الجسم كامله، لكن بصفه خاصه عضلات البطن واسفل الظهر ثاني. نسينا ريزيستي في لابوزيسيون هذه هنايا مده 20 ثانيه، واللي يقدر يزيد 30 ما نقولوش لا 40 ما نقولوش لا، لكن انه لازم نديرهم في سير يعني مجموعات اربع مجموعات تاع 30 ثانيه ولا 40 ثانية ولا دقيقة، كل واحد هو المقدور تاعو هنا. مي لازم باش نحس بيان ولا باش نستفاد بيان من التمرين لازم كي نكون في الوضعية هذه لازم نزير بيان لو فونتر ديالي، يعني عضلات البطن نسي نزيرها كاع واش نقدر يعني ماكسيموم. فوالا تري بيان، هكذا نكونوا كملنا التمارين تاعنا، خمس تمارين ولا اللي درناهم تمارين بسيطة يعني باش اي انسان يقدر يديرهم. باش نكملوا واش لازم نديروا؟ لازم نديروا توجور لي زيتيرمون ديالنا، نسي نهبط لهنا بالعقل، نيكارتي شويه لي جومب ديالي، بدل لازم نحسن لي تيرمون كاع في لو كوتي هذايا لي زوبلي ديالنا. صافي نسي نحكم لي باسان تاعي هنا ونطبه بالعقل الامام، تنفس عميق هنا بالعقل، حط يديا في الارض، نهبط هنا بالعقل، نسجل يديا الامام باش نتيري بيان لو فونتر ديالي، نسي نخلي الباسن تاعي يهبط للارض. هنايا راح نتيري كاع لو فونتر ديالي من كل الجوانب، احسن تمرين تاع الاستطاله لعضلات البطن. نعاود نطلع بالعقل، نغلق رجليا بالعقل هنا. يبقى لنا التمرين الاخير للفوق ديكارتي، وبهذا نكونوا كملنا الفقره تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا، المهم والاهم انكم تتبعوا معنا الفقره هذه. معليش قدروا ما تتبعوش معنا 100% يعني 100%، لكن كي تتبعوا معنا 60% 70%
سي ديجا بوكو ان شاء الله. انا بعد نسمعك ديالك انا نحكي على المشاهدين برك ما نشوفوا فيهم ثاني نشوف فيك على بالك معايا عصفور. اوكي ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه تاع اليوم، ريحوا معنا برونشين في الحصه القادمه ان شاء الله. والى ذلك الحين نقول لكم تهلا في روحك. لاباج شكرا لك. بيان سور لاباج صباح الشروق، والى ما قيناها صباح الشروق تلقاوها في الصفحه الخاصه بي اللي هي منير بوان بوشاوي، صفحه انستغرام ولا الفيسبوك. نقولوا له منير حتى بعد الخمسه حتى يخلص لي زيكزامان باش يقدروا يتواصلوا. كيفاش راك تجوز هاد الايامات من دون كونيكسيون؟ بدون كونيكسيون كي عندنا الوقت نروحوا لاصال نونترينيو المجموعه تاع لو جروب ولا اللي نونترينيو في 5 جوي على بالهم بالوقت تاعنا التليفون لونسي ودا ما تجوش لا بوبليكاسيون ولا كي على بالك حاجه كونيكسيون، مي على بالهم الموعد تاعنا انه الوقت تاعنا الايامات اللي عندنا في 5 جوي الايام باينه والوقت تاعنا باين والوقت صباح الشروق غير في مازال والوقت صباح الشروق من 8 باين اللي يسيبونا فيك. صحه منير شكرا لك. برافو عليك. شكرا يعطيكم الصحه. اذا مشاهدينا مكملين معكم في تقديم خدماتنا الصباحيه، ونهنئ في كل مره كل الفائزين بشهاده التعليم الابتدائي. عندي الهاتف تاعي ماشي هذا، في انتظار انه يصلني الهاتف تاعي مع فاصل. من بعد مباشره تنضم الينا الاستاذه تيتراوي الاخصائيه النفسانيه لاستعراض محطتنا النفسانيه بامتياز بعد الفاصل. تفضل. تبلغ مساحة ساحة كاتالونيا حوالي 50,000 متر مربع أي 5 هكتارات، يوجد في وسطها نافورة ساحرة وحلبتين للمصارعة بين الثيران، الأمر الذي زاد من أهمية ساحة كاتالونيا في برشلونة. كامب نو أو الحقل الجديد يقع في إقليم كاتالونيا، وهو معقل فريق كرة القدم الإسباني الشهير برشلونة منذ عام 1957. يبعد الملعب عن مركز المدينة بمسافة 4 كيلومتر. يتسع الكامب نو لنحو 100,000 مشجع، ويعد أكبر ملعب كرة قدم في إسبانيا قاطبة بل في أوروبا كلها.
كما أنه ثالث أكبر ملعب كرة قدم في العالم. استضاف هذا الملعب العديد من أهم مباريات كرة القدم في التاريخ كنصف نهائي كأس العالم ل 1982 بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1992. بني ملعب كومب نو في شهر مارس من عام 1954، وكان من المفترض أن يطلق عليه اسم استاد برشلونة، ولكن في النهاية حظي باسمه الحالي كومب نو. ويعد ملعب الكومب نو الأكثر شهرة وشعبية بين متابعي وعشاق كرة القدم. كل عشاق فريق برشلونة فرحوا بالدولة السياحية وفرحوا بالأخص بالنشيد الفريق الكتالوني برشلونة. شكرا لك أمل بوزة على الجولة السياحية لأجمل المدن في إقليم كاتالونيا. برشلونة المعروفة بفريقها العريق طبعا، وأيضا معروفة بمناظرها السياحية الخلابة، وتعتبر من أكثر الوجهات استقطابا للسياح في العالم، خصوصا الأثرياء. كنت كلمة تانية على وجهات الأثرياء في العالم، نقولوا اليونان أيضا، ونذكروا جزيرة ميكونوس اليونانية. وشكون يقدر يجوز يعني عطلة صيفية في ميكونوس؟ لا الجزائريين، لكن من بين الجزائريين اللي راه متواجد الآن في هذه الجزيرة هو رياض محرز، بطلنا الجزائري، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. إذا هو يقضي عطلته الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية. أمس كان الحدث محرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أخيرا قرروا أنهم يرتبطوا رسميا، ونقول له ألف ألف مبروك وهنيئا. أمس تمت خطبة لاعبنا رياض محرز. تم التصريح بالثمن بالعقل. كنا شفنا صور انتشرت لرياض محرز مع خطيبته تايلور وورد، واللي كانت كشفت واعلنت عن الخطوبه ورات لنا كما قلت خاتم الخطوبه. ركزوا على الخاتم اللي رايت بها به. اذا الخاتم راك تركز عليه، شحال تقول قيمته؟ نقولوا للمشاهدين شحال؟ يلا عندك تقريبا عندك ما نقول للمشاهدين، خليكم تتفاجئوا كما تفاجئ لطفي عيشوني كيقرا خبر. المبلغ يبلغ 400,000 جنيه استرليني، أي حوالي 7.5 مليار دينار، يعني بدراهمنا 7.5 مليار. هذا هو يا درا هي الجهاز اللي راح تديه شو ما يدوش الجهاز ماشي كيما احنا يسحقوش الجهاز. يعني كان هذا الخبر تصدر كل الصحف الانجليزيه لليوم وحتى الصحف العالميه، وتم التركيز كثيرا على قيمه خاتم الخطوبه اللي هما يركزوا عليه كثيرا، خاصه الصحافه الصفراء اللي تعنى باخبار المشاهير. احنا نقولوا له الف الف مبروك وهنيئا، يعني نتمنى نشوفوا الزواج والزفاف عن قارب. ان شاء الله يا رب، ربي يهنيهم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب وبيتعامر ان شاء الله. ومازلنا متواصلين معكم، عندنا اخترنا 2 فيديو لنهار اليوم وكلهم عندهم علاقه بالحيوانات. كاين فيديو جميل جدا لطفي كان صور عبر كاميرا بثتها محطه سي سي تي في التلفزيونيه الرسميه في الصين، اظهرت قطيع من الفيله البريه في جنوب غرب البلاد وهي تستريح بعد مسيره امتدت 500 كيلومتر سببت خلالها اضرار فاقت قيمتها مليون دولار، وكانت فرت من محمية. نعم من محمية طبيعية، وتسببت بخراب في منازل وحدائق ومحاصيل في مقاطعة يونان. المحطة الرسمية قامت بعملية تتبع وبث مباشر للقطيع على مدار 24 ساعة. القطيع مؤلف من 15 فيل، يعني تصور لطفي أن القناة الحكومية تقوم ببث لمدة 24 ساعة وهي فقط تصور هذا القطيع وتتبع خطاه، يعني وتشوف إلى أين. وشفناها منهك ولا واحد يعني دخل لا باش نشوفوا، يعني خلاو لهم أريحية في المسار. محميين لأنهم يخافوا عليهم، فحماوهم وقاموا ببث مباشر 24 ساعة حتى يتبعوهم من دون إزعاج، بالرغم من أنهم أتلفوا كما قلت محاصيل وقاموا بأضرار بقيمة مليون دولار. وتعتبر من أجمل الصور الحية التي التقط صح من أجمل وتخص الصور. الحيوانات تم تصنيفها أنها من أجمل الصور. نبقى دائما مع عالم الحيوانات. ننتقل إلى حيوان آخر شرس.
شرس. الدب حيوان شرس صح. ولكن هذا فيديو ثاني نعلقوا عليه معليش. لطفي ما وجعكش قلبك لما تشوف هذه الصور؟ سيارات فاخره عمليه تحطيم وتخريب وتبذير لسيارات لسيارات فارهة جدا. مش كانت سبب. في انجلترا نظن هي حملة قاموا بها في امريكا مجموعة من السيارات الفارهة جدا تم يعني تحطيمها كليا. هذا الفيديو انتشر كثيرا يعني وكثير من التعليقات كانت من وسائل التواصل الاجتماعي قالت ما هو شعوركم وانتم تشوفوا مثل هذا الصور؟ ما كانش سبب واضح جدا لكن الفيديو لقى انتشار رهيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارات اشخاص يتصوروا ما تكونش حمله دعائيه. انا ما اظن كانت حمله دعائيه هي في الولايات المتحده الامريكيه. الهدف اكيد عندها هدف يعني باش تشوفوا انه التفكير ما عندوش حدود. يعني الفكرة ما عندهاش حدود. ما عندهاش حدود صح. وسيارات كلها فارهة يعني مؤلم مؤلم قلبك يوجع. لو كان غير نساو وحدة وزلقوا جيبوها لها جيبوها لها. إذا نظن هذا واش كان عندنا. أنا كنت حابة ألا ما فيش خبر أخير كنت حابة أنه نديروه لكن معليش مازال الأيام ربما غدا وغير غدا لأنه الخبر ما يموتش نقدروا نتقاسموه مع المشاهدين. نحكي ونعطيو نحطوهم في الفكرة فقط أنه دب شرس. دب شرس نعم هو قام بعملية هجوم على 4 أشخاص في اليابان قبل أن يقتل يعني للأسف بالرصاص. وكانت هذا الخبر حماية للمواطنين للأسف وانتشر كثيرا في اليابان هذا الفيديو لأنه صوروا العملية وكيفاش كان قام بأضرار كبيرة على البشر وحتى على وسائل مادية للأسف. ووسائل التواصل الاجتماعي كلها معايدات وتهنئات بمناسبة الاحتفال شهادة التعليم الأساسي والابتدائي. لحقتنا معايدة البرنامج صباح الشروق وتهنئة خاصة من عند رضا بودربالة اللي يحيي ويهنئ بنته لينا اللي تحصلت على شهادة التعليم الابتدائي ويحيي أيضا بمناسبة بنته الصغرى ألاء. ألف ألف تحية لكل العائلة وإلى كل العوائل التي تتابع برنامجنا الصباحي صباح شروق واللي انضم إلينا محطتنا أسرية بامتياز لأنها تهتم بالجانب والشأن النفساني. صح للمحطة النفسية دور كبير في برنامجنا وأكيد طلابنا طلاب البكالوريا وأوليائهم بحاجة لأنهم يستفادوا من هذه المحطة اللي راح تكون بإمضاء متميزة دائما الأخصائية النفسانية سمية تراوين. حنكتشفوا الموضوع اللي خيرته لنهار اليوم. تفضلوا لطفي. أكيد راح نرافقوها وهي راح ترافق كل الأولياء من خلال اختيارها. أهلا الموضوع. لاباس ندي معي قهوتي ونزيد معي القهوة تزيد في تركيز سمية. أنا مدمن 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 قهوة لكن بلا إفراط. نعم. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك مرحبا بكم. صباح الإيجابية والطاقة يعني حنمدوا إضاءات نفسية على أسس علمية إن شاء الله. إن شاء الله. ومن دعم الأولياء أنا من أجل أخذ النفس والاستمرار حتى اليوم الخامس من الامتحانات ان شاء الله. الطلبة يحتاجوا الى مرافقة يحتاجون الى مرافقة من عند اسرهم. نعم. والاسر تحتاج الى مرافقة من عند سمية تراوي. اكيد هذه عملية متكاملة. اذا على من راح نركزوا اكثر شيء كاخصائيين نفسانيين؟ نعم. يجيك مشكل من المشاكل الا وتبحثي على البداية. نعم. ربما من خلالها تلحقي الى كل الحلول الخاصة بالمشاكل. أكيد. مشكل هو شهادة الامتحان شهادة التعليم بكالوريا نهاية التعليم الثانوي وهي البكالوريا. كثير من الناس يشوفها كأنه مشكل يرهق حياته لأنه تعتبر باب أو بوابة لمستقبل ومفتاح لمستقبل الكل يتمناه يكون مشرق إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. والله صدقني أهم شيء في الجانب النفسي هو التوازن بين الميزان يعني المعروف عالميا هو ميزان روبل فال يعني هذاك تاع الكفتين. كفة ندير فيها الأداء النفسي وكفة ندير فيها الأداء العلمي أو التحصيل الدراسي. يعني الطلبة باش يوصلوا إلى أعلى مستوى من الأداء لازم يوازنوا قدراتهم ونفسياتهم مع القدرات العقلية. وإحنا في كثير من المرات نعطي المعادلة النفسية اللي بها هي الأساس وهي قائمة في نظرية التعلم هي معادلة رفع الأداء. يعني الأداء هو عبارة عن واش؟ عبارة عن حصيلة نفسية واستعداد نفسي وحصيلة دراسية. قد ما نقص الاضطراب، قد ما نقص القلق، قد ما نقص المخاوف والهواجس والحمل الامتحانات لكثير من الآباء يتخبطون فيها في هذه الأيام،
قد ما نرفع جاهزية ونحسن الأداء ونحسن حتى المردودية في الآخر. وكاين العكس اللي ينقصوا من التحصيل العلمي ويقول لك أنا نفسيتي معززة وغيره. كيف يمكن أن نخلق هذا التوازن؟ والله التوازن يخلق بأربع نواحي نفسية، سواء عند الطالب أو عند الآباء. الجانب الشعوري يعني فيها إدراك، فيها وعي أنه هذا امتحان عادي، مشي حاجة حتخلع كباقي الامتحانات. أنا شفنا باللي علت الزغاريد بنتائج مبهرة، يعني في تاريخ الجزائر جامي حققنا نتيجة 95% من النجاح في التعليم الابتدائي. يعني نعطوا دافعية أكثر أنه نتفائلوا بالنتائج اللي حتكون مستقبلا في الثانوي والتعليم الأساسي كذلك البكالوريا. احنا حنعطوا الجانب الشعوري. ولا الشعوري؟ نعم تفضل. بذكر الشعور أستاذة، كيف نعزز ربما من حظوظنا؟ وهل الحظ يلعب دور في النجاح؟ لأنه بزاف ناس يقول لك البكالوريا، أنا مظهر ديت البكالوريا، هذاك عنده ظهر ديال البكالوريا، قرينا كيف كيف، اجتهدنا كيف كيف، هو نجح وأنا ما نجحش. هل يمكن أن يعزز الحظ؟ الحظ هو عبارة عن وش؟ الحظ عبارة عن آليتين. الحاجة الأولانية هي الاستعداد، هذه والفرصة، أنه هذه فرصة حقيقة. ولا نقول الظروف والأمور، يعني الظروف هي قليلة، أنه قرأوا فصلين فقط، أنه الأساتذة لربما التعليمات اللي تكون من الوزارة والأمور كلها مسخرة وميسرة لهم، هذه ضربة حظ. كذلك يدخل فيها الحظ الطاقة الكونية، الوعي الجمعي، أنه هناك تركيز، ترددات كونية، ما تركز عليه تجذب، ينعكس عليك. تردد تاعك يكون مع النجاح تجيب النجاح، تردد تاعك والمخاوف تاعك تكون مع الفشل تجيب الفشل. يعني سبحان الله، يعني إيمان المتشائم هنا ما عنده ولا حظ، كأنه يبرمج نفسه على الأسوأ. لأنه هي عبارة عن واش؟ عبارة عن استراتيجية نفسية. أنت حاب تنجح تعرف استراتيجية النجاح، تحب تفشل عندك يعني فشل صائم. يعني لما كيفاش يتجنب الوقوع في فخ يعني الغرور والثقة الزائدة؟ هذا يعني فيه نوع من التناقض، كيفاش جانب خايف اكثر من اللازم وجانب واثق من اكثر من اللازم. احنا قلنا اربع نواحي، الناحية الشعورية والناحية الانفعالية. بمعنى انفعالية فيها جانب عاطفي، تعبير عن المشاعر، تعبير عن المشاعر، وجانب تحفيزي، انه التحفيز ديالي قائم اني كما قالت ايمان، ما تكونش الثقه تاعي في النفس مهزوزه حنجيب الفشل، وما تكونش ثقه زايده نصطدم بالواقع لربما نجيب فشل كذلك. يعني لا افراط ولا تفريط. هنا واش نديرو؟ نديرو توازن نفسي داخلي بعقلنه الافكار. انت واش لازم عليك تدير باش تنجح وتبتعد عن كل مسببات الفشل، واش دير عليك بالنجاح وتبتعد عن كل مسببات النجاح الفشل كذلك. حنا واش حتكون عندي هنا موازنه رائعه هنايا. وعلاش؟ خاطر الطالب يكون عنده تقدير ذاتي وتصور داخلي، وعي بالذات. نهار يعرف باللي قرا كيما يلزم او واثق كيما يلزم، ما لازمش يتسرع ايمان ولا تسرع، يكون عنده الاجابه ويوصل. حنا ولا نقولوا المده، يعني حتى في تلقي الاجابه لازم تقرا 5 دقائق ورقه الاسئله وتبدا تبسط الاسئله باش تبدا تجاوب، انه فهم السؤال، فهم السؤال في الجواب. هنا التسرع، وانه موضوع سهل وامور في المتناول، تخلي كثير من الطلبه يعني يديروا تجاوزات ويصرى لهم انزلاق في هذا. نرجعوا للنفسيه والمشاعر. بزاف طلبه للاسف لما يروحوا يبرمجوا نفوسهم يخرجوا من بيوتهم رايحين للثانويه ولا المكان اللي يستقبلهم من اجل الامتحان، يروحوا مشنفين مكشرين زعفانين مفرشين، تشوفوا يمشي كانه كل هموم الدنيا وقع على راسه. نفسيه الطالب والمشاعر نتاعو المزاج نتاعو وانعكاسه على الامتحان. والله هذه النتيجة، يعني كما قلت هذه الحصيلة تاع الظاهرة كيفاش رانا نشوفوها، ولكن اللي تسبقها هي عبارة عن واش؟ تسبقها تصورات عن موضوع البكالوريا، أنه بكالوريا أنا صح تقرا وما جابتش الباك. البكالوريا كما قلنا فيه عامل من عوامل الحظ، فيه أمور، هذا كلش يجيب قابلية
أنه كأنه يقول أني فاشل بطريقة غير مباشرة، لأن الإيحاءات الجسدية والوضعية الجسدية والتنفس والارتخاء العضلي كلها عبارة عن موضوع تفاعلي باش يمد لك الجاهزية تخرج أحسن ما عندك. وعلى نقولوا العملية المعرفية هي عبارة عن واش؟ عن انفعالات، ماشي ديناميكية واحد زائد واحد يساوي اثنين. انفعالات هي جاهزية، تصورات إيجابية، إيحاءات إيجابية، تصور أنك رايح تجيب حاجة، أني مش حنجيب الباك، أني حنجيب درجة، مستوى من مستويات اللي توصلني للهدف الكبير ديالي، الطموح ديالي. هذه تحدي بالنسبة لي، هذه الأمور كلها نجوزها، أنه هذا التصور الوعي والتخيل اللي حيدخل فيه الآباء والأمهات، قلوا أنت تعبت، أنت اجتهدت، درك أنت ركز على الأسباب والنتائج، خليها المولاها، خليها الله عز وجل، التيسير من الله. أنت بذلت جهدك، كما نقولوا خديت بالأولويات، راجعت، سعيت، ولكل مجتهد نصيب. أحسن شيء تديره. نعم إيمان، في نفس السياق نرحب معك سمية. اليوم أنا في اليوم الثالث من هذا الامتحان، شهادة البكالوريا. أمس كنت شفت أنا بعض التقارير والأصداء، كان فيه صعوبة على ما أعتقد لدى الرياضيات، لدى الكثير من، شفنا بكاء، شفنا تلاميذ يعني اللي ما خدموش. كيفاش نقدروا نعاودوا نشحنوا هذا التلميذ اللي ضيع ربما امتحان من الامتحانات، نفسيا يشوف روحه خلاص يقول لك أنا ما خدمتش في الرياضيات، كيفاش يقدر يكمل باقي الامتحان؟ خصوصا في الايام الاولى، يعني اول يوم يمتحن فيه يلقى صعب. نعم، احنا في كثير من الاحيان اليوم ثاني النصيحه حتكون للاباء والامهات انه يركزوا على اللي جاي، ما يركزش على اللي فات. وكثير من الاحيان وقعنا فيها مع طلبه الادب انهم في اليوم الاول لغه عربيه وكان موضوع جد وصعب، بالعكس احنا الموضوع اللي جد صعب يكون عنده تحدي من الجانب تحفيز، كانه عصف ذهني صار للطالب انه يخرج كاع واش عنده المعلومات، يدير مستوى تركيز اعلى، لانه كان يكون سهل وفي المتناول كما قالت ايمان، يكون هناك تسرع، يكون هناك تساهل، يكون تساهل، يشوف طلبه بداوا يخرجوا ويخرج يقول لك السؤال سهل وتسرع في هذا الناحيه. بالعكس الطالب عنده تحدي عقلي انه كل ما يواجه سؤال صعب بالنسبه له هو تحدي لتجاوز الوضعيه الحاليه. العقل تاعو شي برمج انه يعيطولها طريقه فتح الذهن، انه الدافعيه تاعو لاخراج المعلومات والربط والتسلسل، ويعني فيها ترتيب وتسديد في نوع من تحديد النقاط وتحييد هذه ايه هذه لا، كلها عباره عن عمليات معرفيه عليا تنشط في هذه الوضعيه. كاين ملاحظه استاذه من دهان الاولياء من خلال موقع التواصل الاجتماعي صفحتنا الخاصه بصباح الشروق، قالوا لنا ابنائنا لما راحوا داروا الامتحان وجاهم صعيب اغلبيه الطلبه خرجوا قبل ما ينتهي الوقت حتى وسلموا الاوراق. ضروره انه الشخص يتمهل، الطالب يتريث ويكمل التوقيت المحدد، الوقت المحدد، لانه قادر في اخر لحظه يجي الالهام. صح، اكيد احنا ولا نقولوا باللي الموضوع الصعب لربما يبان معقد في البدايه، ولكن العقل او يبذل الجهد اللي تذكروا عليه هما يديروا ربع سوايع على ربما خمس سوايع، كثير من الاحيان باش يعطي لك الوقت والارياحيه. مع الاول كانه صدمه، يصير بلوكاج مع طريقه التنفس والاسترخاء، ولا نقولوا قاروره الماء، وضعيه الجلوس، اخذ النفس، تمارينات الضغط، لانه الانسان غير يتصعب عليه عمليه التفكير عباره عن عمليه تنفس، استرجاع، الاكسجين، امور. احنا واش صرا لهم؟ استجابه انفعاليه، عيطولو الحصر، القلق يبان في الجسد، في الجسد ما يقدرش العقل يسترجع كل المعلومه. واش صرا؟ يصرا انه بطريقه التنفس الاسترخائي نعاود نعطي للعقل اشاره انه تريث، نبدا نبعث له الاكسجين، وعلى المخ غير تصعب عليه حاجه يبدا يحوس على النفس، على التنفس. حنا علاه نقولوا هنا التنفس الاسترخائي يعطي نفس، انه هو كي يكون قلق ينقبض القلب تاعو، ما يقدرش يضخ، ما كانش تنفس صدري، ولا حنا نقولوا تنفس بطني، تنفس صدري ما يقدرش يحكم وقت طويل الاكسجين، والاكسجين ما يطلعش للدماغ، ما يطلعش للدماغ، وبعد يبدا يبحث عليه في العضل، العضل يبدا هذوك الارتعاش، نعم، الانقباضات، الانكماشات
في الجسد اللي تعطي له اشاره بلي راه في وضعيه خطر. وضعيه خطر ما تقدرش تقول له تفكر لي القانون ولا واش جا في الدرس الفلاني ولا، بالعكس يصيب بروحه يا حاله اغماء يا حاله تيئيس، يهرب من الواقع. ولحنا نقولوا عاودوا استغفروا، اللهم يعني نجيب الدعاء، اللهم ثبت لي ما حفظت وما فهمت، يعني دعاء الاسترجاع. عندنا كثير من الادعيه اللي تعاود تهدأ نفسيا، نشرب الماء، ندير تنفس بطني استرخائي، وندير عمليه الضغط العضلي اللي نخرج فيه القلق والتوتر اللي فيها كثير من التخلص من الانقباض. القلق والتوتر احيانا يكون من المحيط اللي يكون في القسم. تشوف فيه تلميذ كمل بالخف وخرجت، تسدي بالك ملامح السعاده على وجهه، تقولي ربما هو جا سهل انا لا لا. حتى يعني كي يخرجوا ايمان ويكملوا الامتحان يقعدوا يسقسوا في بعضهم بعض ويبداوا مقارنات لطفي نسقسيك سؤال، يعني عندك انطلاق جانب الرياضه الملاكم علاه؟ اكي غلطه إيمان تحب تخصص الرياضة. أنا حسبتي راح تسقسيني يوم ما امتحنت في شهادة البكالوريا. أنا على بالك واش درت؟ أنا قبل ما ندخل الامتحان كنت نحاول نسمع الزغروتة تاع الوالدة نتاعي الله يرحمها قبل ما نروح نمتحن، درتها في راسي حفزتني باش نسمع الزغروتة وسمعت الزغروتة. نعم سبحان الله. هذا حنا واش نديروها في التحفيز في مهارة التفوق الدراسي، ونقول له أنه حتى المعدل اللي حتنجح به تشوفه وتشوف التخصص ديالك وتشوف مكانك في الجامعة. يعني هذه التصورات الإيجابية اللي أنا حابين يروحوا بها الطلبة اليوم، ولا تصعب عليك أمر حتتجاوزوا أكيد. وعلى واش قلت لطفي جانب الرياضة إيمان هي اللي حتجاوبني عليه، وعلى الملاكم كي يدخل يديروا له هذاك الرداء على وجهه، يعني ما يغطوه ما يشوف حتى واحد باش ما يفقدش التركيز، باش ما يشوفش واش كاين، يقعد منصب على هدف واحد والقاعه وين فيها الجمهور، باش يكون باش يزيد يحدد الهدف التركيز وتحديد الهدف. وعلى احنا واش لازم علينا الاباء دوكا، رانا ثلاث ايام بدا النفسيات تتعب، بدا الاباء حتى القلق تاعهم يزيد، ونقولوا الشيء اللي جاز من الامتحانات ما يهمنيش واش درت، تقدر توازن في المواد المتبقية، تقدر تحافظ على النوم والأكل الصحي لأنه الجانب الفيزيولوجي ضروري ومهم جدا، تركز له على الإيحاء الإيجابي، أني شايفاتك ناجح، راكم يعني التوفيق من الله وراكم إن شاء الله ناجح من الآن. حنا واش نركزوا؟ نركزوا على الإيحاء الإيجابي، نركزوا على السند النفسي، ونركزوا كذلك أنه من كما قال لطفي ما نتأثروش بالمخاوف الآخر. علاش تكلمت لك على التأثير أستاذة؟ لأنه تفكرت لطفي بما أنه ذكر البكالوريا والامتحانات، أنا عندي خطي كبير، يعني كي نكتب عندي الكلمة كبيرة ينقلوا عليك. لا لا بالعكس خطرها كبير، يعني عندي خطي كبير، فأنا دائما كي تكون الأستاذة دائما نطلب ورقة إضافية، أحيانا نوصل ثلاث ورق إضافية. فيكونوا معايا زميلات لي معايا في القسم يقولوا لي غير نشوفوك زدتي طلبتي ورقه زدتي ثلاثه، احنا ننصدموا. انا نقول راني كاتبه هكذا وهي راهي زادت زوج ثلاثه، معناتها تقول لي خلاص الامتحان عرفت بلي راح لي. يعني احنا واش نقولوا للتلاميذ؟ نقولوا لا تقارق نفسك بالاخر، انسى غيرك، المقارنات تماما. هذا يعني نشوفوا اغماءات، نشوفوا انهم طلبه يبداوا باصوار عاليه، هذه ما قريناهاش، هذه ما راجعناهاش، امور تصرم هذا النوع. واش نقولوا له؟ نقول له ركز على الهدف، انت حاله خاصه، انت منفرد، يعني عندك هدف، عندك خصوصيتك، عندك طريق من النجاح، هذه عقبه يعني وجوز عليها بسلام، نركز على الهدف وعيش الهدف وعيش الحلم ديالك، اكيد كل شيء حيتبدل كما قال لطفي، الجانب الجسدي، الجانب النفسي، وحتى وضوح الرؤيه كما قالت ايمان، انه ما نقعدش نقارن نفسي مع الاخر، ما نقدرش نقول باللي هذاك تجاوب هذاك، قادر انه كاين التلاميذ يكتبوا الاسئله ويعاودوا يخرجوا. صح يعني صح. تشوفوا يكتب ملي دخلوا هو يكتب، بصح هل شفتوا واش الورقه تاعو؟ المضمون واش فيه؟ في كثير من الاحيان في الحراسه نصيبوا انه الطالب حتى في المواد الصعبه يعاود يكتفي بكتابة الأسئلة، حفظ ماء الوجه، هل هذاك اللي كتب وخرج يعني راه كمل في نفس الوقت يعني قبلك؟ احنا واش رانا حابين نقولوا؟ نركزوا على الليونة النفسية، الليونة النفسية أنه أي حاجة تجيك صعيبة تحيدها، تبعدها على الطريق، وتقول لي جاي أحسن، والتفاؤل هو سر من أسرار النجاح.
شكرا لك سمية، شكرا لك استاذة سمية، جرعة من التفاؤل في كل مرة نستفاد في كل مرة. أكيد. شكرا جزيلا لك سمية، نورتينا. نورتينا. شكرا. مشاهدينا الكرام، من محطة تهتم بجمالية النفس والروح نروحوا الجمال الداخلي، حنهتموا فيها بالجمال الخارجي في محطة الجمال مع كاهنة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد ونهدي لكم هذه النغمين الجميله اللي استمعتوا لهم واستمتعتوا بهم. اكيد الاستمتاع مازال حاضر في برنامجنا من خلال محطتنا الان، محطه جماليه بامتياز راح نتعرفوا فيها على خطوات تطبيق تسريحه بسيطه جدا تكون مناسبه للمناسبات اللي تكون بسيطه، يعني خطبه عشاء حاجه يعني اللي ما تتطلبش تكلف بزاف في التسريحه. وطبعا حاضره معنا متالقه دائما كاهنه. صباح الخير كاهنه. اهلا، لاباس؟ لا بس الحمد لله. صباح الخير كل من يشاهدوا فينا، نقول لهم صباح الخير. اهلا وسهلا بكم وصبحوا طبعا على العارضه الحاضره معنا اليوم. اكثر شيء حيهمنا هو الشعر، لانه راح نطبقوا ان شاء الله تسريحه كما قلتي تسريحه تكون بسيطه اللي تقدر ديرها انفيتي وحده ما تقدر ما عروسه في طور العروسه ولا الحنه تاعها في الليل مع السخانه، دوك ما تقدريش تلقي شعرك. اون كوافور سامبل ندخلوا فيها لو فايتاج لي لي تري طوندون. واش نقصدوا بالفايتاج؟ لو فايتاج كيما لا 3D، برك لا 3D تشدي الشعره شويه خشينه فوالا. لو فايتاج يجي شويه رقيق ويجي جور دي فاغ طايح كيما نقولوا راقد فوالا. ال 3D تجي واقفه وباينه بزاف. اوكي انا نشوفوا جهزتي الشعر، يعني انا نشوفوا درت لها لو كوفخيي، هي شعرها غاد وشعرها فارغ وخفيف صافي. لو كان نخدم لها ديريكتومون هكذاك ماهوش رايح يشد لي صافي. اون اوبليجي باش نديروا لها لو كوفخيي. دوكا راهم كاع يخدموه كاع الحلاقات، مام البنات في الدار يخدموه. وخيرت لا كولور هادي باسكو لو كويفري لي تري توندونس. اها صح. فوالا لو كويفري راهو بزاف راهو بزاف مطلوب منا، بزاف البنات لما يحبوا يديروا لو كويفري صافي. لي كولور هكذا يخرجوا بزاف شابين مع لي كوافير. نوع التسريحه كيفاش راح يكون؟ انا نشوف قلتي شعرها ماشي طويل بزاف. ماشي طويل بزاف، انا حندير لها ان فيتاج هنايا ليجيرمون 3D قدام كاع دوفون يجي شويه اونجولي. وهذا الشعر شويه اللي قاعد لي حنديروا اون فلور. احد لي يعني نديرو اون فلور صغيره ورده هكذا، ورده من اللور، ونديرو لو فايتاج تاعنا منا، نديرو الكوافير سامبل اوكي وشابه. ايوا اتضحت الصوره. انا نشوفو، شكرا لك اسحاق يعطيك الصحه. انا نشوفو يعني كيفاش درتي هذاك لو كوفخي كوفخي فريزي. علاش نديرو هذا؟ باش يولي فريزي، باش انت تقدري تتحكمي في شعرها. اها باسكو لا كان شعرها غاد ما تقدريش انت توقفيها هي ترقد. شوفي هكذا اي لي بريباري هكذا، لو كان حط غير شويه يدي هكذا شوفي بلا لا لا بلا لا.
اشكال الوجه كهنا؟ ماشي سا ديبون، ماشي كاع اشكال الوجه. كاين اللي توالمها طالعه على حسب الطول تاني تاع لا بيرسون. كي تكون العروسه طويله ما لازمش تطلعي لها بزاف لا كوافير تاعها، باسكو مع لي طالون زيدي لا كوافير طالعه راح تبان طويله. زيدي لها الطول. طول صافي، كاين حتى وين يبانو توقف مع راجلها تبان طويله على لا كوافير تاعها طالعه على بزاف. اوكي فوالا. كما نقولوا كيما تحبي ديري لو ديكور تاعك دوكا، ولاو بزاف طبيعي شعر، ولينا يقع بزاف ناتشورال. بكري الشفا كان بزاف لا لاك وي لي بوستيش. سي بور سا قلت لك حنايا سينا كيفاش نلقاو الحل تاع كوافير 3 دي الجيريان، باسكو حنا نبدلوا بزاف الحوايج. صافي هاد لو جور دي كوافير ما يوالموناش بصح اوني اوبليجي باسكو البنات تاع دوك والموضة تتطلع. الخدمة كاع راهي مازال او كاين اعراس هاد الايامات كاين؟ كاين مناسبات؟ كاين ماشي بزاف، ماشي كيما كنا مي شوية، مي الحمد لله خير من اللي كنا ما كانش كاع. العقوبة الكامل ان شاء الله اللي رانا ناويين. مي هاد لا بيريود مع لي زيكزامي وكاع راهي حابسة، مي لا سنة البروشين ان شاء الله حتعاود تولي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كاين احنا نخليوك تكملي مال خدمتك اليز، واكيد من بعد راح نعاودوا نوليو ونتبعوا خطوه بخطوه. مخرجنا اكيد ما راح يغيب عليه، ما راح تغيب عليه حتى خطوه. مازلنا متواصلين معكم، مازال عندنا الكثير من المحطات نكتشفوهم مع بعض، لكن بعد هذا الفاصل. أنا نتناسقوا، أنا ما نتفاهموا ونتناقشوا حول الموضوع اللي احنا رفضت من خلاله في فقرتنا الطبية بحضور دكتور رياض الأخصائي في جراحة العظام. اليوم راح يعالج موضوع يرهق الكثيرين والعديد، راح نشوفوا إذا كان العامل الوراثي عنده دخل، وعن كل حيثيات هذا المرض راح يحدثنا الدكتور. مرضنا اليوم معروف
باللغه الفرنسيه كانال كاربيان، وباللغه العربيه باجتهاد من الدكتور متلازمه النفق الرسخي. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا. صباح الخير. وش رايك؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله. تنورنا دائما بمرورك معنا رياض. لا شكرا لك اللي جيتنا، شكرا جزيلا لك. الموضوع من عنوانه احنا كمواطنين عاديين انا صراحه ما نعرفش نتجاهلوا. ربما اصحاب الحاله اللي يعانيوا هم اللي يعرفوا. يعني ابري طالب تاع الكثير من المشاهدين اللي طلبوا مني باش نتكلم منهم على لو كانال كاربيان. يعني شائع المرض. شائع كاين اللي يقول لك عندي العروق مبوشين. الحياه اليوميه تاعنا في لا كونسلطاسيون في الفحص الطبي يجون مرضى يقول لك طبيب قالوا لي عندك العروق مبوشين. سي طري فريكون، سي باثولوجي طري فريكون، تكون بزاف عند النساء. عند النساء اكثر من الرجال. اكثر من الرجال، النساء اكثر من الرجال. وثاني اللي عندهم الخدمه تاعهم تتطلب الجهد في لي بوني في المرافق. كما الحلاقه. كما الحلاقه. الصناعات الحرفيه. الصناعات الحرفيه بايزومبل اللي يخدموا لي ماسون بالنائم بايزومبل واحد اللي يخدم مارتو بيكر ولا توجور لو بوني اللي سوليسيتي توجور لو بوني تاعو يخدم به بزاف. وهذه هي يجونا بزاف. واش هو التعريف العلمي الطبي لهذه الحاله؟ التعريف العلمي بالعربيه كما حوسنا عليه شويه صعيبه شويه بالعربيه متلازمه النفق الرسخي لو كانال كاربيان. هذا الاعراض تاعو يعني طري فريكونت الاعراض سي دي زاكرو باريستيزي ستادير الاحساس هي العصب اللي يجوز في لو بوني لو نير ميديون اللي يكون عليه ضغط ميكانيكي في المرفق يكون ضغط ميكانيكي بلو ليغامون انيلا لو ليغامون اللي يجوز في المرفق. الضغط الميكانيكي هذا يدير عده اعراض. انا نشوفه في الصوره. في الصوره هاو لو ليغامون انيلار وهذاك اون جون سي لو نير ميديون. هذاك هو اللي يصير عليه الضغط الميكانيكي. ولو نير ميديون هذا اللي هو النار تاع الاحساس بيان سور سورتو تاع الاحساس اللي يجي في لوبوس في الاصبع الاول في لاندكس لو ماجور ولا موتي تاع لو كاتريام دوا اللي يديرنا الاحساس دي زاكرو باريستيزي سورتو نوكتيون ستادير في الليل. في الليل المريض ينوض يقول لك شغل عندي تريسيتي في يدي. يبدا يحرك يده يحركها هكذا باش تتسرح يده. هادو هما الاعراض اللي يكونوا في المراحل الاولى بيان سور. السبب يكون انسداد في السبب ماشي انسداد ضغط. ضغط بلو ليغامون الميسك العضلي اللي يجوز في منطقه المرفق. تضغط على الشرايين. تضغط ماشي الشرايين. تضغط على اللونر. على العصب. تضغط على العصب هاو لهنا روش راهو احمر لهنا نشوفوا فيه اللي راهو الضغط هذا. التهاب هذاك. التهاب يصرى له التهاب. اوكي. كي يصرى الالتهاب هذاك يمد لنا الاحساس تاع اليد في المرحله الاولى. المرحلة الأولى تكون 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 ضعيفة الإحساس يبدا ينقص له الإحساس. تنمل اليد ولا تنمل ديفورميمون تنمل تبدا بالتنمال تبدا بالإحساس ينقص ما يفيقش المريض باللي الإحساس بدا ينقص حتى المرحلة الثالثة يروح له كاع الإحساس. يروح بمعنى ما يقدرش يشد ما يقدرش باغ اكزومبل يجوا لعندي المرضى يقول لك طبيب كي نشد كاس يطيح لي من يدي نشد تلحق في المرحلة الثالثة تلحق المرحلة الشلل تلحق المرحلة الشلل تولي موتريس تبدا سونسيتيف يبدا في الليل ما يقدرش يرقد المريض ولا يقول لك مانيش نرقد في الليل يجيني شغل كورون الكتريك في يدي ديفون ميمون نحس يدي مبلوكيا وكلش وهذيك المرحلة الأولى. مي كي المريض كاين مرضى يديروا التشخيص كاين اللي يخاف يدير العملية كاين اللي يخاف الآخر يكمل بلي زونتي انفلاماتور وكلش. في التشخيص اسمح لي دكتور في التشخيص كيفاش تكشفوا على الحالة؟ صح التشخيص الأعراض التشخيص هو سريري لا كلينيك تبين باللي عندنا لو كانال كاربيان كي يجي المريض ويعطينا الأعراض تاعو ميم في ليكزامان كلينيك في التشخيص السريري تما نعرفوا باللي سي ان كانال كاربيان. مي هي قبل ما نديروا عمليه لازمنا اون كونفيرماسيون لازم اون كونفيرماسيون للمريض باللي فوالا عندك الاخر نلجؤوا للو ام جي الالكترو فيزيولوجي يقول لك راديو تاع تريسيتي ندير شي نورولوج يروح يدير لنا لو ام جي كي يدير لنا لو ام جي يزيد يبين البيان بالورقه باللي عنده لو كانال كاربيان تما باش نقولوا للمريض نزيدوا نديكلاريو له فوالا عندك النار اللي راهو مبوشي حنا باش نفهموه بيان هو ضغط عليه ضغط يكون على النار ونقولوا له لازم نحيو الضغط هذاك على النار باش يتسرح النار تاعو. النار هذاك العصب وين يروح؟
كي يضغط عليه المشكل يكون فقط على مستوى المرفق ولا يقدر يتحول يقدر تطلع له لا دولور تقدر تطلع له هو لونير ميديون يخرج من الرقبه في منطقه الرقبه ويهبط في الكود ويروح حتى الربعه اصابع عنده لو تيريتوار تاع لونير ميديون سي لو بوس لانداكس لو ماجور ولا موتي تاع لو كاتريام دو هو يعني يسلك فقط الاخر يسلك الاخر عنده على جال عنده نوت خناخ عنده عصب واحد اخر عنده عصب واحد اخر اللي ما يجوز في وسط المرفق يجوز اون انتر سي لو نير كوبيتال هذه اللي الاعراض ومن بعد كي نولوا في الاعراض احنا الدياغنوستيك نديروه غير نشوفوا المريض وكلش على بالنا بلي عنده لو كانال كارفيان مي توجور المريض لازم له اون كونفيرماسيون اون كونفيرماسيون راديولوجيك تاكد الحاله وتثبتها باش نزيدوا نثبتوا الحاله وخطوات العلاج كيفاش تكون على حسب درجات الحاله هي خطوات العلاج سي جراحي سي شيروجيكا لو تراتمون سي ستادي 100% سي شيروجي الحل الوحيد الحل الوحيد لا على جال الضغط ميكانيكي حتى وان كان في بدايتها زعما الالم جوستومون في بدايتها اللي لازم نلجؤوا للجراحه خير في المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللي لازم نديروا الجراحه اجا ولا راحت لنا المرحله الثالثه نديروا الجراحه مما تكونش نتيجه كما المرحله الاولى واش فيها المرحله الثالثه؟ المرحله سي لا باراليزيت ولو ديتروب الموتور الشلل تاع اليد ومن بعد لو نار يكون تكرز لنا بزاف لو نار باغيزوم ثلاث سنين ولا اربع سنين باش يلحق المرحله الثالثه لو نار يكون خلاص تكرز ميم نفتحوا عليه بالليغامون انيلال لو نار ما يعاودش يرجع لا فورم تاعو صيبوه خلاص شغل اللي صرا له اتلاف تاع العصب دونك عنده علاقه مباشره بالجهد العضلي والمهنه والوظيفه والشباب اللي ربما يمارسوا رياضه ويعتمدوا بالاكثريه كما كره السله مثلا نعتمدوا بزاف على الـ على الـ شوف لطفي هي لي كوز اللي كاينين كاين بليزيور كوز مي 50% من الحالات هادو سي ايديوباتيك واش معناتها ايديوباتيك ستادير ما عندهمش انكوس مازال ما نعرفوش مين جاو السبب الحقيقي مي 50% الاخرى باريزون كاين لي ديابيتيك اللي يجيهم بزاف في لو كانال كارفيان كاين باريزون لي انسيفيزونس رينال لو ران تاعو الفشل الكلوي لو ران تاعو ما يفونكسيونيش بيان كي ما يفونكسيونيش بيان الكلاوي لي ران ما يفونكسيونيش بيان واش يصرى لي ديبو تاع اللي نورمالمون يتيليميناو من لي ران يروحوا لي زارتيكولاسيون هذوك يزيدوا يسبوا ضغط ميكانيكي على العصب مرضى السكري واش علاقتهم بهذه الحاله مرضى السكري سي لا نوروباتي ديابيتيك مرضى السكري ستادير سي التغذيه تاع العصب تكون اتنت لي فيسو تاع العصب يكونوا تكون مقيوسه التغذيه منها يمد لنا لو كانال كارفيان واش الحل بالنسبه للاشخاص اللي يعانيوا من مشاكل مرضيه اللي ذكرتها هل من سبل الوقايه يقدروا يتفادوا من خلالها الاصابه هي سبل الوقايه يعني سبل الوقايه بيسك سي ايديوباتيك ما عندناش من ذاك وقايه اكزاكت مي كاين اللي عندهم الضغط بزاف على المرافق تاعهم في لي بروفيسيون تاعهم تما يسايو يتطلب بايزون بان بوست اميناجي ولا ينقص الضغط تاع لو ترافاي تاعو تاع العمل تاعو هذه منها الوقايه اللي تقدر تكون السن يلعب دور رياض تقدر تجي الشاب ولا فقط ما يلعبش دور منين ذاك رانا الحالات هادو بين 40 و 60 سنه يعني ذكرت منذ قليل قلت السيدات اكثر من الذكور واش السبب؟ السبب لي فام اون جينيرال لي فام سيرتو لي فام فوي اللي عندهم التعب تاعهم في البيت عندهم ستادير دو ترافاي الاعمال المنزليه هذوك اللي يتيليزيو بزاف لي بواني تاعهم يعياو يقول لك يجوا لي مرض يقول لك مام في الليل كي نرقد زوج تاع الصباح ثلاثه تاع الصباح تنوضني يدي نحس تريسيتي في يدي نحس تنمل في يدي وكلش كي نجي نديروا الكشف تما نصيبوا لو كانال كارديو الرياضه ولا التدليك يفيد للوقايه؟ ما يفيدش بزاف ما يفيدش ما كاش هي غير ولا كانوا دي كونتراكتور ميسكولار ستادير الميس التشنج العضلي ولا تما اللي نروحوا للتدليك ونروحوا لا ريديوكاسيون فونكسيون لا قصدي الشخص اللي يمارس رياضه في يومه يقدر يعزز عضلات المنطقه هذه باش ما تتصابش هي ماشي تعزيز تاع العضلات ماشي فشل تاع العضلات اللي يمد لنا سي الضغط تاع يقدر بايزومبل يدير ميسكولاسيون يقدر يبي افوار سيندروم دو كانال كارديان على الضغط العصب يكون خشين يزيد يضغطنا على العصب لو ميسك يكون بالنسبه للجراحه هي سهله ولا هي صعيبه شويه هي سي بلا شيريجي امبيلاتوار
واش معناتها لا شيريجيون بيلوطو باش يفهموني المشاهدين، صدر المريض يدخل الصباح يخرج العشيه. ميم التخدير، التخدير موضعي، نديرو لانستيزي، وي لانستيزي لوكال، نرقدو غير اليد. حتى اللي يعاني من مشاكل مرض السكري، لانه يقال انه مرض السكري تجي صعيبه نوعا ما العمليه الجراحيه. نو ما كاش صعوبه كبيره في العمليات الجراحيه عند لي ديابيتيك وكلش، كما هو كما انسان عادي يعني، ما كاش ديفيرونس. برك عند ديابيتيك اللي ما عندوش بالك الانسولين يخدم مليح، ولا ما عندوش الانسولين يخافوا التئام الجرح شويه، يخافوا يعني. ما كاش علاقه بين مرض السكري ولا سيكاتريزاسيون. مي بصح اللي عنده مرض السكري لازم يتهلا في روحه، يتهلا اون بلي لازم يداويها رابيدمون، عجل نخافوا لانفيكسيون. مي في لا سيكاتريزاسيون سي لا ميم شوز، واحد ديابيتيك وواحد عادي سي لا ميم شوز. برك واحد ديابيتيك لازم يتهلا في روحه بزياده اكثر من واحد عادي. وش هي وظيفه العمليه الجراحيه هنا؟ العمليه الجراحيه دائما تقوم بعمليه تصليح الشخص اللي يكون الحاجه اللي تكون متلفه. بالنسبه لهذه الحاله، بالنسبه لهذه الحاله العمليه الجراحيه اللي سامبل، ميم لانسيزون اللي نديروها واحد 3 سنتيم ولا 4 سنتيمتر. إيه؟ ماشي اكثر، بكري كنا نفتحوا اكثر، درك مع الوسائل الجديده وكلش ماناش نفتحوا، ما انا نديروهم سوزاتروسكوبي. مي في المرحله الاولى، في المرحله الاولى نقدروا نديروا سوزاتروسكوبي، ندخلوا سيستم دو كاميرا في لو بواني ونشوفوا لو ميسك اللي راهو ضغط العصب نفتحوه سيتو هذا. ترجعوه المكان ولا لا؟ لا نفتحوه، نفتحوه كاع. إيه؟ نفتحوه كاع باش العصب يتنفس يتحرر. باش يتحرر العصب، هذه هي العمليه، عمليه سهله الحمد لله. وكي تفتح العصب ما يعاودش يرجع لمكانه اول ما ندير العمليه الجراحيه. ما نتوقعش انه تعاود ترجع الحاله ويعاود يكون فيه ضغط على العصب، ولا كان الضغط لو ميم اللي كان عنده المريض باغ اكزومبل لا بروفيسيون تاعو، مي تعاود تولي له، مي تقدر تعاود تولي له ابري 10 ولا ابري 15 عام. اوكي. تقدر تجي في كلتا الجهتين دكتور ولا فقط في جهه على وحده؟ توجور توجور سي بيلاتيرال. مي توجور سي اليمنى اللي سيرتو اللي يخدم، اللي يكون لو مومبر دومينون، لو مومبر لا دروات لا بليبار دي جون، الور تجيهم في اليمنى بزاف، اليمنى تكون اكثر من اليسرى، مي تجي بيلاتيرال. شكرا لك دكتور، الله يسلمك، يعطيك الصحة، استفدنا كثير، نورتنا بإطلالتك وحبينا كثير مرك معنا في برنامجنا صباح الشروق. وإن شاء الله نزيدوا نتلاقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله، إن شاء الله موضوع هكذا نفيدوا من خلاله جمهورنا. إذا المشاهدين مازلنا مكملين معكم في استعراض محطتنا وفقراتنا، بلا ما نذكركم برقم التليفون، صرتوا حافظينه أكيد، وصفحتنا الرسمية على الإنستغرام أيضا، صفحتي أنا عايشوني لطفي وصفحة زميلتي إيمان جندي أوفيسيال. الموضوع اللي حابين نتناقشوا فيه مع بعض هو الانقطاع ولا التذبذب في تدفق الانترنت خلال فترة الامتحانات الرسمية، اللي أثر كثير على العديد من المدمنين على استعمال الانترنت. مش على المدمنين فقط لطفي، وإنما حتى الناس اللي تدرس بالانترنت، الناس اللي تعمل بالانترنت، يعني صراحة ناوي يدير مشكل كبير هذا الانقطاع اللي مازال ما صابولوش حل. الحمد لله أنه فيه تليفون، ما فيش انقطاع في التليفون الحمد لله. نقول له صباح الخير. أهلا. الو 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 الو، صباح الخير اخ لطفي. صباح النور، فقط انت كرمتي، نقصي من صوت التلفزيون. نعم في خاطرك، شكرا. وي معليش. يا اهلا وسهلا، صباح النور. واش راكي اخت ايمان؟ صافا لاباس؟ اس خير. اهلا. الحمد لله، والله غير سعيده جدا اني يعني حكمتكم بالسيف باش نقدر نحكم. احنا اللي سعداء. لا نشتكي من الشرق الجزائري، ما عليكم الشرق. انا عمي، انا من ولايه عنابه. يا مرحبا وسهلا بناتنا. يعيشك يعيشك. اهلا وسهلا. يعيشك ربي يعيشك. راهي باهيه بناتها عنابه في الصيف. وي، كاين الصيف، كاين البحر، كاين الغاشيه، ياك تعرف. من وين في عنابه؟ من وسط عنابه ولا لا؟ من وسط عنابه هي لي زالمون. حبه واحد زور. نحبها عنابه، رحت لها خطره وناسها طيبين ومدينه جميله جدا. صح صح، شكرا. حكم جايينك الضيافه. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا على العين والراس. يا حبك. انا بالمناسبه اني مانيش عنابيه عنابية، ولكن انا من ولايه مسيله، متزوجه في عنابه. ما شاء الله، الله يبارك. لكن ديتي اللهجه تاع عنابه. شفتي وش راح نديروا هاي العشره والسنين و... لا حلوه حلوه. انا مسيليه، اهلا وسهلا بكم، تاكلوا الشخشوخه مسيليه.
سيتي سلطة نهرات. الله الله سيتينا مع الصباح. سيتينا مع الصباح. قولي لك كاش فرحة تاع امتحانات ابتدائية؟ نعم 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 ولد خويا نجح بالمناسبة نهنيه ونوجه له التحيات ونقول له ألف ألف مبروك. وعندي بنت سيلفي أمينة كان نوجه لها تحية. ألف مبروك. يعيشك يعيشك يا ربي يهنيك يعيشكم. كنت حابه نحكي مع الدكتور زعما معنا معليش نرجعوا له يلا نرجعوا له مازال انا معنا. كان يحكي مع يحكي على المشكل تاع لو كان كاركتير كان عندي انا واجريت عمليه عليه ويعني الحمد لله الناس اللي تقول لي يعني متخوفه من العمليه يعني ناجحه الحمد لله انا بالعكس لما درت العمليه نعم لي يدي باش ارتحت يعني كنت في حاله حرجه جدا. ويدك درك حاليا كي تستعمليها عادي كيما قبل ولا عادي جدا شفت مده ال 15 يوم هذيك الاولى فقط اللي تعدي تاع يعني الجراحه هذيك بعد ما تنحي الخيط وكلش الحمد لله تستعملها عادي جدا يعني تغلق بها تخدم بها عادي جدا. في البرد ما كانش صر؟ لا 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 ما كان حتى صر. يعني وكانك ما درتيش العمليه. وكأني ما درتش العملية بس حاليا عندي مشكل في اليد الأخرى هي حتى هي راح ندير عليها لوبيراسيون. نفس المشكل. نفس المشكل وي مي أنا حبيت نفهم من منين يعني المشكلة ذا كيفاش حتى يخلق. راح يجاوبك الدكتور راه معاك. حبيت يعني سبب معين بالك السمنة بالك باسكو أنا شوية سمينة زايدة شوية في البوا بالك قلت بالك هو اللي أثر عليا الضغط هذاك ما فهمتش أنا. تفضل دكتور ولا عندك اذا كان هذا هو السؤال الوحيد باش ما نشدوكش بزاف. نعم هذا هو السؤال الوحيد وكثر خيركم وسعيده بزاف بزاف اللي حكمتكم. الحمد لله يا ربي ونحبك بزاف ايمان ونحبك بزاف على الطيب. الجنه ان شاء الله يا رب. عايزك عايزك ان شاء الله تحبنا كامل الجنه. شكرا شكرا ربي يحفظكم وكل ان شاء الله في عنابه وفي مسيله وفي ان شاء الله يوصل يوصل يوصل. شكرا اخي صحه. اضطرينا نعاودوا نفتحوا الملف في هذه النقطه بالذات مع الدكتور بعد بقينا على خير اكيد لكن ارضاء وتلبيه لطلب المتصله راح نعاودوا نعطيو لها الاجابه. بيان سور الاجابه هي سالتني دارت اليد اليمنى وما زالت اليد اليسرى. الوغ الاخت الكريمه نقولها لازم ديري اليد اليسرى. اسمح لي دكتور هما بداوا مع بعض وما تولهوش لليسرى ولا بعد ما دارت العمليه تقدر تعاود تظهر من جديد في لا هما بداوا مع بعض. اوكي. هما اون جينيرال سي بيلاتيرال مي اللي كانت بلو سيفير سي لا دروات. سي اليمنى على حساب الهاتف. والكشف كي نديروا الكشف نكشفوا برك على وحده ولا نكشفوا على الاثنين؟ المفروض على توجور ليكزامان كلينيك يسو في دون مانيير بيلاتيرال. لازم نكشفوا عليهم الزوج ميم لو ام جي. لو ام جي التخطيط العصبي هذا كي يديروا النيورولوج ندومونديوهم لي دو. اوكي. باش نشوفوا المراحل اللي راهم فيهم لي دو. ستادير ولا كانت مرحله نبداو اللي تكون مرحله متقدمه. متقدمه اللي نديروها الاولى، مي هي نورمالمون سي ابري سي موان نديروا الدوزيام بوان. سي ابري سي موان. نديروهم نفس الوقت. ان شاء الله نورمالمون يتسمع فيا. لا في نفس الوقت تكون عمليه ثقيله شويه على المريض. مام ابري العمليه ما نقدروش نخلوه افيك دو بونسمون لو بواني اجل اللي يستعمل نقولوا له استعمل يديك باش وكان جوغ كيما قال 15 يوم نحات البونسمون 15 يوم نحو الخيط سي لا سيكاتريزاسيون سي 15 جور وكيما هضرت من قبل سي 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر لانسيزيون اللي تكون على بها ما تطلبش وقت تاع كبير تاع الاخر. مي نعاود نولي لها برك لا بوزي اون كيسيون مليحه قالت لي السمنه عندها علاقه مع لو كانال كابيان. كاين ديكا هما 50% من الحالات اللي عندنا تاع الكانال كابيان سي دي كوز ايديوباتيك ستادير ما عندناش سبب معين باش جات. مي 50% اللي يقعدوا لنا سيرتو شي لي سوجي اوباز دي ديابيتيك اللي عندهم انسيفيزونس ضعف كلوي وسيرتو اللي الضغط في المهنه تاعو. هادو هما لي كوز اللي كاينين في لو كانال كابي. شكرا لك دكتور. الواحد لازم ما ينحيش شويه ستريس خصوصا السيدات الماكيدات في البيت يروحوا يتنفسوا شويه يشوفوا طبيعه يطلعوا الجبال فرصه لكل محبي الطبيعه والرياضات الجبليه انهم يمارسوا شويه رياضه تسلق الجبال ليس بتسلق الجبال وانما السباق
الجبال، راح نتعرفوا على هذا هذه الفعاليه اللي راح تحتضنها ولايه تيزي وزو بكل جبالها بعد هذا الفاصل. يلا تفضلوا. نغم جميل الذي وكان الاشخاص اللي انضموا التحقوا بنا في هذا الصباح واختاروا قناتنا الشروق العامه برنامجنا الصباحي صباح شروق. نشوفوا انه فيه ماراثون تسابق في الديوهات او الثنائيات، الديو اللي صاروا بزاف فنانين يعتمدوا هذه الطريقه الجديده في الاغاني، ليست بجديده لكن مؤخرا صرنا نلقاو كل الطبوع تلتقي من خلال الاغاني، ومجموعه كبيره من الاشخاص وحشود راح تلتقي في ولايه تيزي وزو لحضور فعالية طرايل تيزي وزو أو الجري في الجبال وسباق الجبال اللي تحتضنه كما ذكرت تيزي وزو. حضر معنا المنظم تيم دراري سليم، نرحبوا به ونصبحوا عليه بالخير. صباح الخير. راح نفوتوا في تفاصيل وحيثيات هذا الطرايل، لكن بعد ما نشوفوا اللمسات الأخيرة في محطة الجمال الحاضرة معنا نهار اليوم. شكرا لطفي. إذا تسريحتنا اللي اختارتها اليوم كاهنة راهي جاهزة، كما قلت قدرنا نعطوا فكرة لكم الفتيات وخاصة المقبلات على الزواج أنهم يختاروا تسريحات تكون بسيطة وسهلة أيضا. سهلة وشابة. وصح وجميلة. وشابة. احكي لنا شوية، قلت لي نديروا وردة، نشوفوا في الوردة هذيك. مالغريك شعرها خفيف سينا كيفاش نديروا وردة، هو كي يكون شعر طويل تجي خير شابة، تجي كبيرة. لا تحفة ما شاء الله. درت لها لي بيرل دو كولتور اللي راهم تخي توندونس، راهم بزاف على مود. في لي كوافور كي تكون لا كوافور هكذا مخدومه يبو ميو ما تكثريش لي اكسسوار، غير الا كانت هي كانت لا توندونس تاع اون كوافور سامبل افيك ان تري بو اكسسوار. دوكا سي لو كونترير، دوكا نديرو اون كوافور شابه مخدومه بالشعر بيان سور ونزيدو لها لي بيرل دو كولتور. لا وحتى هذوك الاكسسوارات تفاو جمال اكثر يعني. ولون الشعر ايمانة، لون الشعر طبيعي، لون الشعر ولا ما لا مصبوغ. مصبوغ مصبوغ مقبل هو دارج كثيرا. لو كيفغي هذا اللي تري توندونس راهو بزاف داير حاله، راهم كاع يدومونديوه. نلقاو بزاف هذا اللون في تيزي وزو لكن على الطبيعي. على الطبيعي كاين طبيعي هكذا الجمال الجزائري يعني هي وكا ماهيش بعيده، هي لي بلونش دو بو ثاني ميم شعرها عندها اون بات كلير ماهيش بعيده بزاف على الطبيعي. وعرفتي كيفاش تزيدي تبرزي انت جمال الشعر وجمال العارضه. شكرا لك هنا، حبيت كثير التسريحه. شكرا واكيد مشاهدينا اللي يتبعوا فيها حبوها معنا. حاولنا كهنا حاولت تدير سباق مع الزمن حتى تقدر تجهز التسريحه، لكن الاجمل انه السباق يكون على الارض الواقع لطفي. ارواحي ارواحي وبخطوات الترايل تنضم لينا وتلتقي بنا بالجري اوكي. شكرا كاينه. اذا الترايل هو اللي يميزه انه سباق جبل، لكن الماراثون اللي يكون على ارضيه مسطحه. راح ياكد لنا هذه المعلومه اكيد ضيفنا تيم دراري سليم اللي نعاود نرحبوا به من جديد. نقول صباح الخير. صباح الخير. اهلا مرحبا. زلفنا ومرحبا يسول. مع السلامه ينول. اهلا وسهلا. يسنا غرون مرحبا بنا. اهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا جزيلا. اذا سليم ترايل هو المره الاولى في تيزي وزو ولا سبقته طبعات اخرى؟ هي الطبعه الرابعه ان شاء الله. الرابعه؟ الله يبارك. الطبعه الرابعه كانت من المفروض تكون السنه اللي فاتت نظرا لظروف صحيه اللي للبلاد والعالم باسره اضطرينا اننا نأخروها. الحمد لله ان شاء الله هذا العام ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله راح تكون بما انه مريت على برنامج صباح الشروق اكيد كل محبي الطبيعه ومحبي هذا النوع من الرياضات راح يكونوا حاضرين. واش من نهار راح تحتضن؟ 25 الجمعه القادمه ان شاء الله راح تكون المسابقه اللي راح ننظموها في جبال ازرنطور، هي ناحيه من نواحي تيزي وزو. تيزي وزو بين الحمام بالضبط. هي قمه جبليه جميله جدا وخلابه وعاليه جدا، يصل علوها الى 1890. انا نشوف الصور هذه هي القمه. هذه هي المنطقه اللي راح نقوم منطقه جميله جدا يعني كل طبعه في نفس المكان.
ولا تبدلوا؟ هي الطب هي في نفس المكان. أوكي. كل سنه نقوم بهذا منظر طبيعي. مثل هذه المناظر عاده كي نشوفوها يجي في بالنا فصل الربيع، لكن انتم ما اخترتوا فصل الصيف لانه دخل الصيف. علاش حبيتوا في جوان وماشي في مارس افريل؟ لا، هي كاين عاملين. العامل الاول هو العامل الطبيعي، لانها منطقه عاليه جدا وظروف المناخيه تاعها تتقلب في حين صح. لاخر. وهذا هو المفهوم الغالط يعني اللي يطيحوا فيه بزاف ناس، يفضلوا يروحوا في الصيف للبحر ما يروحوش في الجبل. لكن الجبال هي اللي تكون فيها درجة الحرارة والبرودة بدون رطوبة. وحنا الخطأ اللي طحنا فيه أول طبعة لنا، هذا هو الخطأ اللي قمناها نظمناها في شهر نوفمبر. كانت الأحوال الجوية على ما يرام، واضطرينا إلى توقيف المسابقة نظرا لانقلابات الجوية. أصبحنا طومبات دو ناج، اضطرينا إلى توقيف المسابقة حفاظا على سلامة المتسابقين. لكن الحمد لله أخذنا نتعلموا، مازال نتعلموا. الحمد لله. واش اللي يميز هذه الطبعة الرابعة عن باقي الطبعات ما عدا التاريخ اللي اخترتوه؟ ما عدا التاريخ اللي اخترناه يميزها ايضا شيء هو غياب المتسابقين الاجانب. كانوا يحضروا معكم اجانب؟ حضروا معنا اجانب، حضروا معنا تونسيين بقوه، اسبان، فرنسيين. السنه هذه يكون عندنا بلجيكي واحد. كيفاش تم اختيارهم وكيفاش سمعوا بهذا الترايل؟ هي البداية تاع الترايل تاع المسابقة هذه، بداية كانت عبارة عن فكرة. فكرة أنا لست المنظم الوحيد، نحن مجموعة من الشباب. فكرنا في هذا، عندنا متسابقين تشاركوا في هذه المسابقات عبر العالم. قلنا وخلال زيارة هكذا سياحية لهذه المنطقة، قلنا لماذا لا نستطيع أن نقوم بمثل هذه الأشياء في بلادنا ونحن نزخر بمثل هذه المناظر الخلابة. صح صح. الاتصال الأول كان مع الناس تاع تيروردا، سكان تيروردا اللي نشكرهم كثيرا، كان القبول تاعهم رائع وناس يعني مضيافين كثيرا، معروفين، فهموا الليدي. ومعاهم مع الكوميتي دي فيلاج تاع تيروردا اللي انطلقنا اول خطوه لتنظيم هذا. ما شاء الله. ومع الوقت يعني نظمنا دبوش على الوراي. الطبعه الاولى كانت جزائريه 100% دبوش على الوراي، ثم الطبعه الثانيه خذينا شويه انتيت اكسبيريونس. بديتوا تدخلوا الاحترافيه. بدينا ندخلوا الاحترافيه. اخذنا اتصال مع الجمعيه العالميه ليطرا. هي احنا منضمين تحت رايه الجمعيه العالميه وعندها اسس حتى تنضم لها، منها المسافه لازم تكون والارتفاع والانخفاض. يعني شحال لازم تكون المسافه وشحال لازم تكون المسافه؟ ما تقلش على 21 كيلومتر حتى يكون ترايل، ما تقلش على 21 كيلومتر. وحتى تنضم للجمعيه هذه، لان الجمعيه هذه تعطيك تنقيط. التنقيط هذا يكون على حسب المسافة وعلى حسب الصعوبات. كاين صعوبات يواجهوهم؟ نعم، هي الارتفاعات والانخفاضات. ماشي انتم اللي تديروا لهم صعوبات؟ لا لا، الطبيعة هي اللي تعطي لهم. يعني اختيار مكان السباق. احنا العام الطبعة الثالثة للعام اللي فات كان عندنا ثلاث نقاط، لأن اخترنا مسار يلحق حتى 32 كيلومتر في الجبال. السنة هذه نظرا ل اولا المتسابقين ما حضروش مليح، ما يمكنهمش يكونوا حضروا نظرا السنة الماضية كانت. اخترنا ان يكون سباق قصير لمينيموم 21 كيلومتر حتى نسمحوا للرياضيين انه يوجدوا رواحتهم في احسن ما يرام لمسافة تكون أبوردام. شحال التوقيت نسبيا اللي يديروه في هذه المسافة؟ التوقيت عندهم حتى خمس ساعات. خمس ساعات؟ حتى خمس ساعات. خمس ساعات إذا ما فاتش الكيلومتر 17 نوقفوها. هما من مختلف الأعمار.
وكلهم رياضيين لازم يكونوا رياضيين ولا يقدر واحد هاوي. لا هما الهوات اي واحد انتما بزاف اللي بيان دوني انا لطفي بشكيت هو الاكثر كيلومتر نقدر نقول لك 60% ما يجوش يعني بيئه بالمئة مع دا قليل ما يجوش ما يشاركوش باش يفوزوا يشاركوا على لومبيونس يشاركوا على اللي يستمتعوا بالمناظر انه سياحه هي الاصل تاع الرياضه هذه هي فيها الجانب الرياضي الانسان يعني نقدر نقولوا يتحدى الامكانيات تاعو وفيها الجانب السياحي راك في وسط غابه راك في وسط طبيعه صح بصح يكون جهد عضلي كاين بزاف اللي عندهم بعض الخصوصيات الصحيه وغيره الاشخاص اللي يعانيوا من حالات مرضيه مثلا تطلعوا على ملفاتهم هل من اطباء يرافقوكم هل من اخصائيين حنايا عندنا اولا لازم نتصلوا حتى ننظموا مثل هذه التظاهرات نتصلوا بالمديريه الرياضه نتصلوا بمديرية الصحة اللي وضعوا تحته الحماية المدنية اللي وضعوا تحت تصرف الإمكانيات اللي لازمة وكاين حنا يعني ما هي الصدفة ربما فيها بعض من الصدفة أن المجموعة تاعنا التنظيمية 50% من المجموعة كلهم أطباء ما شاء الله وهذه السنة راح يكون يعني أطباء معنا يكونوا أبيك ديتروس الإسعافات الأولية راح يرافقوا المتسابقين دائما في الجولة نتاعهم في السباق تاعهم هما يكونوا ما يكونوش يتسابقوا ولكن هما رياضيين أطباء نعطوا لهم ديتروس هادو ويمشوا مع الرياضيين وهذه خاصة في المسالك اللي تكون وعرة أما في المسالك الأقل وعرة يكونوا هنا أطباء ويكونوا في انتظار إذا كان احنا الحمد لله يعني لحد الآن ما كانش عندنا اي مشاكل اصابات ما لقيتوش مشاكل لا الحمد لله الله يكون نجاح يا رب مثل هذه المظاهرات الترايل هذا يحتاج البعض الامكانيات ربما اذا كان تديهم اون شارج اللي يجيو يشاركوا في هذا الترايل ولا هل من شروط خاصه وضعتوها للمشاركين احنا لازم الناس تعرف احنا كمنظمين احنا ما راناش اون بواط دو كومونيكاسيون ولا حتى ولو اننا لابد اننا نمر بار اون بواط كومونيكاسيون ايفينمونسيال حتى تنظم هذه لكن احنا الهدف تاعنا عمره ما كان تجاري الناس اللي تشارك معنا هي تخلص لا بريزون شارج تاعها نقوموا ببعض الحسابات نعرفوا ونعطوا لهم لو بري تاع لا بارتيسيباسيون وحتى نقولوا ماهيش كل الناس تلحق المشاركه هذه ولكن نظن ان البري تري زابورتاب ما حاولتوش تبحثوا على شركاء ربما يرافقوكم في هذا الفعاليه اللي تستحق انها تكون رسميه كل سنه لانه تخدم الجانب السياحي تخدم الجانب الرياضي صح ايمان احنا نتصلوا نقعدوا اون كونتاكت دائما مع مديريه الشباب والرياضه وان شاء الله نتمنى ان راح ربما نكون مع فيدراليه رياضه الجبليه لكن قل لي وزاره الشباب والرياضه كي تتواصلوا معها واش دورها فاش تكون شريك معكم هل من مساعده يعني تقدمها للفريق فريق العمل باش تنجح هذه المهمه يعني احنا لحد الان يعني كل ما اتصلنا بمديرية الرياضة لتيزي وزو يشكروهم على كل حال يوضعوا تحت تصرفنا كل إمكانية أوكي. مثلا هذه السنة كان مشكل تاع إيواء لكورر الضيوف تاعنا وكانت لوبرج دو جيب جيرا اللي جاي في عين حمام كان مغلق لظروف صحية يعني لما طلبناه منهم قالوا لنا ما هوش مشكلة هي راح يفتحوها في وجه المشاركين وهاد السنة كاينة تانيك نوفيل اكسبيريونس راح نقوموا بها انه معظم المشاركين فون اتر بري اون شارج بار لي زابيتون دو تيرول هما السكان تاع القرية راح يوكلوهم ويشربوهم ما شاء الله ما شاء الله ويعني نشكرهم على تحية كبيرة لهم من هذا المنبر يعني وهذا يعني نمط جديد في السياحة هي مثل هذه التظاهرات في البلدان الأوروبية ولا العالمية كاين سكون أبل أن فيلاج ماراثون
سي لو فيراج هو اللي ياخذ اون شارج كامل لي كورور وهو اللي ينظم كل تظاهره. صح ان الفيلاج هو فيلاج حقيقي تضامني ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعطيك الصحه. شكرا لك سليم تيم دراري من منظمي سباق الجبال ترايل، نورتنا بحضورك. نذكر بك المشاهدين وقت ايش راح يكون الترايل؟ الجمعه 25 نهار الجمعه هذا الجمعه ان شاء الله. شكرا لك، تحيه لكل الشباب اللي رافقوك، وتحيه الى كل مشاهدينا اللي انضموا التحقوا بنا في هذا الترايل ولا الماراثون كما تسميوه. انا ننتقل من محطه الى محطه. نغم جميل راه يقول لي محمد الامين جنادي المايسترو راح يهديه لي. يا درا شنو الاغنيه تفضل. واش نقول، اغنيه دغدغ القلب، نوستالجيا الزمن الجميل بصوت جوهره التلمسان الفنان شاب انور. نوجه له اجمل احلى تحيه، تحيه لكل الى كل جيل هذه الاغنيه وهذا النغم الجميل. مكملين في استعراض محطتنا وفقراتنا للفن، نصيب كبير في برنامجنا بحضور ضيفنا اللي جانا من الجنوب الجزائري، منطقه الجنوب الجزائري بكل ما فيها من ثراء ثقافي فني انساني معاملاتي، لانه عندها خصوصيتها الجنوب الجزائري، هذه الخصوصيه اللي قدروا ينقلوها الى كل العالم بفضل اجتهاد الشباب اللي مازالوا محافظين على الاصاله وكل ما هو موروث شعبي اصيل، لكن اعطوا له نفس جمالي جديد ومتجدد. راح يكون حاضر معنا بعد قليل ضيفنا اللي جانا من الجنوب الجزائري، قادة هامي، هو طالب جامعي، لكن هذا ما منعش انه يبرز موهبته في الغناء ويجتهد من خلال التيك توك عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعاده لاغاني كوفر من الجنوب الجزائري، وحتى انه عنده مشروع جديد راح يحكي لنا عليه بعد ما نرحبوا به ونقولوا صباح الخير. صباح النور، نورتنا بحضورك. إن شاء الله. بعد قليل راح تمتعنا. إن شاء الله. اوكي، راح نروحوا الى المحطه القانونيه بحضور استاذنا المحامي وحضور زميلتنا ايمان ايضا. شكرا لطفي. لطفي تكلمت كلام جميل على اهالي منطقه الجنوب الجزائري، ومعروف انه الجنوب الجزائري ومحيطه واحياؤه بالهدوء ورزانه سكانه والخالي تقريبا من كل اشكال العنف، عكس بعض المناطق للاسف اللي باتت تشهد موجه من العنف وخاصه عصابات الاحياء. مؤخرا هذا الاسبوع كنا تم تداول فيديو، كان فيديو بشع جدا من وسط مدينة عنابة، عفوا باتنا، يعني كان فيديو صادم نقدر نقوله، وسبت فيه مجموعة من عصابات الأحياء. هذا هو الشيء اللي خلنا اليوم راح نتناولوا موضوع قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. للإشارة فقط، للإشارة فقط إيمان، أنا كنت زرت باتنا ما شاء الله عليها، لا ناسها طيبين بعيدة كل البعد، ومدينة جميلة جدا، وهذا الأمر ماهوش يتكرر غير في باتنا وإنما في مناطق، كل مناطق الوطن للأسف، وخاصة في الأحياء السكنية الجديدة والمدن الكبرى. يعني والمدن الكبرى للأسف، يعني ولينا نشوفوا هذه الظاهرة. اليوم الأستاذ المحامي محمد بن تيفور راح يفصل لنا ويعطينا رؤية المشرع الجزائري لمثل هذه الجريمة. صباح الخير أستاذ. صباح الأنوار. أهلا وسهلا أخت إيمان. صباح الأنوار. أهلا أستاذ. تحية طيبة لجميع مشاهدينا الأكارم، نتمنى التوفيق لإخوتنا وأبنائنا وطالبتنا إن شاء الله في امتحان شهادة البكالوريا. يعني بطبيعة الحال كما تفضلتي وأنا قلتي الأخت إيمان، الظاهرة هذه استفحلت بشكل خطر جدا على المجتمع الجزائري، وفي المجتمع الجزائري خصوصا بعد انتشار الأحياء السكنية الجديدة بطبيعة الحال. هذا ما أدى المشرع الجزائري استحداث نصوص تتماشى وتتوالم مع كذا أمور وكذا عصابات وكذا يعني عصابات إجرامية. أقول لك العام اللي فات كنا تناولنا في نفس هذا المقام، تناولنا هذا الموضوع من أبوابه المختلفة، لكن لا بأس بالتذكير والذكرى، تنفع المؤمنين وتنفع شبابنا، وطبيعة الحال هؤلاء الشباب الذين يروحوا ينساقوا وراء هذه الأمور. عن المشرع الجزائري استحدث الأمر 20/03 المؤرخ في أوت 2020، اللي هو هذا الأمر يتحدث على 40 مادة تعالج هذه العصابات الأحياء في شتى مجالاتها، وغلق الباب على كل يعني كل الامور التي تدعو الى اشكال العنف هذه. واش حاب يقول بعصابه احياء لكي ننور المشاهد الكريم؟ عصابه الاحياء هي كل يعني كل عصابه تتكون من شخصين فاكثر، كل عصابه تتكون من شخصين اكثر. الغرض تاع هذه العصابه واش تكون؟
خلق جو من لا سكينة ولا أمن ولا يعني طمئنان لدى السكينة هذه المنطقة ولا ذلكم الحي السكني. وتتعدى في طبيعة الحال المشار الجزائري يقول لك سابقا كان كل واحد نحكم عليه على حدة، لكن الآن في بمناسبة استحداث هذا الأمر أصبح نحكم هذا الأشخاص نكونهم بما يعرف بمسمى عصابة الأحياء ونتبعهم جزائيين وفق هذا المسمى. طبيعة الحال هاد الأشخاص هذوما الغرض تاعهم باين، الغرض تاعهم هو خلق كما تفضلنا وقلنا خلق جو من لا سكينة لا أمن لا استقرار، الشخص ولا ساكنة هذاك الحي يصبحون في خطر على سمعتهم شرفهم ممتلكاتهم، وتكون الأشكال تاع التعدي تتخذ أشكال مادية بطبيعة الحال بالضرب وما شابه ذلك باستعمال الأسلحة البيضاء اللي نفصلوا فيها بعدين، وكذلك باستعمال يعني وسائل معنوية ألا وهي السب الشتم القذف كل محتوى تهديد ابتزاز بارك الله فيك، يعني كل هذا ينضم تحت ماذا تحت ظل يعني الوسائل المعنوية والمادية اللي تشكل خطر على الساكنة من طرف هؤلاء العصابات الأحياء. يعني المشار الجزائري في مواده كذلك يقول لك كل طبيعة الحال هذه الأشياء تندرج تحت عصابات الأحياء. يعني المشرع الجزائري وفي الأمر هذا 2003 احنا باش دائما أنا والله نقرأ التعليقات على المواقع التواصل الاجتماعي عندما الصفحة الكريمة تاعكم دائما يقول لك هذا المحامي جايب قانون عقوبات جايب قوانين كذا، لكن شوف المشرع الجزائري قبل ما يستحدث هذا الأمر وفي خضم هذا الأمر في الأبواب الأولى تاعه واش يقول لك الوقاية من هذه الأمور. يعني استحدث ماذا؟ استحدث أوامر يعني للوقاية من هذا قبل ما نوصلوا لهذا الأمر، قبل ما نوصلوا لمتابعة الجزائر لهذه الأشخاص. ماذا؟ في دل هذه السكنات الجديدة والأحياء الكبرى العمرانية على مستوى المناطق الكبرى الجزائر طبيعة الحال الجزائر العاصمة وهران عنابة باتنا كل ما لها يعني وعاء سكاني كبير جدا. واش كذا المشرع الجزائري واش دار؟ استصدر يعني لجان وطنية لمتابعة ورصد وكشف هذه العصابات الأحياء منذ بدايتها ونشأتها، يعني منذ بداية هذه العصابات هذوما يعني تابعوها وداروا مراسم خاصة وداروا يعني الوزارة لجان تابعين للأمن مديرية لجان وطنية. شوفي واش تمثل في وزارات في مؤسسات في يعني كل ما يشمل الدولة طبيعة الحال ومؤسساتها، إضافة إلى الجمعيات، إضافة إلى يعني المنظمات الوطنية، إضافة كل ما يرمز للدولة، يعني في يعني لاستئصال هذا الورم ومتابعة وكشف المبكر لهذه العصابات الأحياء. من ثم كاين لجان ولائية، هذه اللجان الولائية تنبثق عن هذه اللجان الوطنية اللي في نفس المرسوم تاع هذا الأمر أقول 2003. هذه اللجان الولائية راح تكون فيها لجان أحياء، راح تكونوا فيها يعني الجمعيات بارك الله فيك الجمعيات المنظمات ولها السلطة هذه الجمعيات هذه في ماذا؟ في متابعة ورصد وكشف هؤلاء الأشخاص الذين ينبثقون من وراء هذه العصابات الأحياء، وكاد الأخت إيمان متابعتهم قضائيا والتأسس كطرف مدني ضد هؤلاء الأشخاص. قبل ما نروحوا للعقوبات ضد هذه العصابات، متى نقدر نقولوا هذه عصابة؟ شحال لازم يكون عدد الأفراد؟ 2 فأكثر، مادة صريحة جدا يقول 2 فأكثر، هذا بطبيعة الحال. كذلكم الحال هنالك حماية خاصة لضحايا المشرع الجزائري يحصل في مواده في هذا الأمر 2003، هنالك حماية خاصة أقول لضحايا هؤلاء عصابات الأحياء، هناك حماية نفسية اجتماعية، يعني كان هنالك مرافقة ومراقبة لهؤلاء الأشخاص، يعني بطبيعة الحال وكذلك مرافقة قضائية، يعني باستصدار أوامر وغرامات تهديدية لكل شخص يهدد ذلكم يعني أمن هذاك الحي الأمن هذاك الحي ولا أمن ذلكم الشخص في حد ذاته، يعني هنالك ضحايا عدة لهذه العصابات الأحياء. فيما يخص العقوبات
الجزائية والمتابعات الجزائية. قلت لك فيما سبق كان كل واحد يتابع بالجرم تاعه، كل شخص يتابع بالجرم، لكن في استحداث هذا الأمر هذا كان يتابعون بماذا؟ يعني تكوين عصابات الأحياء أو ما يعرف بتكوين جماعية الأشرار وما شابه ذلكم. يعني المشارع الجزائري ركز وحط عقوبات رادعة ورادعة جدا، رادعة زاجرة لهؤلاء، يعني تمتد من 3 سنوات إلى 10 سنوات. لماذا؟ وغرامة مالية بطبيعة الحال من 300,000 دينار، من 30 مليون إلى 1 مليون دينار إلى 100 مليون. كل من ماذا ينشئ هؤلاء عصابات الأحياء، ينشئ هذه العصابة، يعني المؤسس، المؤسس كل من ماذا ينخرط بعمد، يعني ينخرط في هذه العصابات بعمد، يعني على باله بإصرار، يعني على باله أنه الهدف تاعها ماذا؟ ترويع الناس والخلق من جو الله سكينة وما شابه ذلكم، تجنيد مادة صريحة، تجنيد يعني أشخاص في هذه العصابة. هذا طبيعة الحال فيما يعرف. وعندما يكون هذا الشخص رئيس لتلك العصابة، يعني هما دائما ماذا؟ دائما تلقى عندهم رئيس عصابة. هذاك رئيس العصابة حيتابع بطبيعة الحال بالحبس من 10 إلى 20 سنة بطبيعة الحال، أكيد ظرف مشدد، وبغرامة من 1 مليون إلى 2 مليون، يعني 100 مليون 200 مليون طبيعة الحال. وترفع العقوبة حتى الحد الأدنى إلى 15 سنة. فيما ماذا؟ عندما تجرم هذه العقوبة، عندما تتبع هذه العقوبة ماذا؟ يعني عندما تصبح يعني يدخل فيها شخص صغير، عندما يعني طفل قاصر طبيعة الحال. بما أنه ذكرت طفل قاصر، نعود نقوله لحادثة باتنا اللي هزت الرأي العام. شفنا عدة جرائم تم دهس فتاة صغيرة، يعني للأسف نتمنى لها الشفاء، تم استئصال رحمها وهي طفلة صغيرة بسبب دهس. يعني شفنا عملية دهس، شفنا ضرب بالأسلحة البيضاء، يعني مختلف الجرائم تكونت في جريمة واحدة ورعب في الحي. والله تحياتي للناس باتنا وكل الناس شرق الجزائر بعموم الشرق، يعني لكن ما حدث في تلكم والله يندى له الجبين. يعني هنالك متابعة للسلطات الأمنية، هناك تحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب تلكم الحادثة، هناك من يقول أنها أسباب أخلاقية، هنالك من يقول أنها ما بين يعني هم يقولوا أنه عصابات لترويج المخدرات والخمر، عفوا الخمر طبيعة الحال أكرمكم الله. يعني طبيعة الحال يعني التحقيقات متواصلة، قلت أنه توفرت العديد من الأشكال في هذا الجانب، ثديمة، عصابة الأشرار، عصابة أحياء، الضرب، الركل، استعمال أسلحة الحادة، شفنا الشخص يضرب بالسيف، هنالك استعمال يعني مفرقعات، هناك استعمال يعني دهس بالسيارة. والله أمور خطيرة وخطيرة جدا، إن شاء الله ما نشوفوهاش مستقبلا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ولايتنا وأحيائنا بطبيعة الحال. هذا ما أدى بالمشارع الجزائري، يعني صار تقع حوادث قبلا أدى بهذا الاستصدار هذا الأمر، يعني 2003 اللي كان رادع وزاجر. يعني إذا أدت، يعني احنا شفنا واحد الحالة في نفس الفيديو، شفنا شخص تم دهسه العديد من المرات، وإذا تم وفاة في هذه الحالة دي يصبح سجن مؤبد. طبيعة الحال المشارع الجزائري قلت لك صدر يعني عقوبات رادعة وزاجرة. لهذا حتى رئيس الجمهورية سيد المجيد تبون وكل السلطات الجزائرية يعني مجندة تجنيد كبير لي يعني توقيف مثل هذا الأشكال من الجرائم. طبيعة الحال أخت إيمان قلت لك هذه المواد زاجرة. ونفتح واحد الضفر فقط المشاهد الكريم، يعني كان هنالك أشخاص هذوما اللي يمارسوا العصابات الإجرامية على مستوى الأحياء، يدخل المؤسسة العقابية ويخرج مباشرة في إطار ما يعرف بالعفو الرئاسي وما شابه ذلكم. لكن الآن يعني يستثنون من إجراءات العفو، يعني ما يكسبهمش العفو. مؤخرا تم تغيير القانون طبيعة الحال. لماذا؟ لزجر هذه الفئة هذه تاع المجتمع الخطيرة جدا طبيعة الحال، اللي راهي يوم بعد يوم راهي تزيد في المجتمع الجزائري طبيعة الحال. يعني هذا وتبقى التوعية
لازم من طرفكم ومن طرفنا أيضا كإعلام ومن خلال هذه المحطة. للأسف لضيق الوقت ما عندناش كثير وقت حتى نفصله، لكن أكيد عندنا محطات أخرى إن شاء الله راح تكون من خلال أعداد قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ، مرحب بك دائما عندنا. الآن نحلطف شوية الجو من العصابات والجرائم، نروحوا نهدئوا نفوسنا بشوية موسيقى اللي جاتنا من الجنوب الجزائري، هكذا لطفي؟ صح، راح نستمتعوا بهذا النغم باش نتعرفوا من خلاله عن ضيفنا، عمل جنبيه يخلينا يعطينا راحة بال ويعطينا نفس قوي باش نختموا حلقة اليوم بمحطة فنية بامتياز. تفضل. البداية كانت بآلة الأغاس وآلة الجيتار، من بعد استمتعنا بالنغم جميل متميز باللغة الأمازيغية، اللهجة التركية، إنجليزية على عربية، بصوت ضيفنا قادة هميل جانا من ولاية مراصد. تحية كبيرة كبيرة لكل أهل الكرم وأهل الجود ناس مراصد. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا بحضورك. ميرسي خويا. إذا كنت لمحت ومهدت في بداية لقائنا وقلت أنك طالب جامعي. إيه طالب جامعي. نتمنى لك التوفيق في دراستك. أكون فترة الامتحانات. كملنا سيبو. خلاص. وقتاش كان آخر امتحان وش هو التخصص؟ التخصص نتاعي علوم تجارية. ما شاء الله. آخر امتحان هالحد. 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 وكيفاش تشوف روعة تثمن الامتحان خدمت فيه مليح؟ ما تكتش تعرف النتيجه هي اللي تحكم. النتيجه اللي تحكم، صح. ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. واش من سنه راك؟ دوزيام. ما شاء الله. ما شاء الله. من بعد تكملوا الامتحانات اكيد راح تتفرغ اكثر للموسيقى. انا في الامتحانات ومتفرغ لها. تتفرغ للموسيقى، اسمح لي. يعني عندك علاقه وطيده مع الموسيقى، تكون بدات عندها سنوات. ايه، من عندي 13 سنه. الله يبارك. ما شاء الله. ما شاء الله. من وين حبيت العزف والموسيقى؟ انتم في اسره فنيه ولا انت وحدك خرجت يعني تحب الفن؟ صراحه عندي جدي. ما شاء الله. جدي يضرب على آلة العود. الله يبارك. ما شاء الله. يعني حتى في تمر راس ان جنرال المحيط تقريبا كلهم فنانين، كل أكثرية. كلهم الأسر. إيه. الأسر الصحراوية، أنا كنت زرتها من راست، من أجمل المناطق اللي عشتها. أجمل مناطق في العالم. كل العائلات والأسر يديروا هذوك الجلسات، لمات آلة العود، تسمعي طرب أصيل يعني في الصحراء وفي الجنوب الجزائري. آلة إمزاد. آلة الإمزاد ثاني معروفة بها. إيه. وكان فيه مهرجان إمزاد. كان إيه كان مهرجان إمزاد. إيه. إذا بدايتك مع الأغنية كانت مع الأغنية الشبابية كونك شاب، ولا بديت مباشرة مع الأغنية الصحراوية كل ما هو موروث شعبي تقليدي؟ نو عندي ميول أكثر زعما قبل ما نوليش نقصر على آلة الجيتار، يعني نسمع أغاني أجنبية يعني. كيما جيمس براون. إيه ما شاء الله. برافو. يعني ثقافتك الموسيقية أجنبية أكثر شيء. ديبي نتاعها. إيه بصح كنت تعلمت جيتارة وهذا الشيء وليت رجعت للتراث. التراث. إيه. يعني مرنت الأذن الموسيقية على الأغاني الغربية. الأغاني الغربية. هذا الشيء سهل لك باش تنقل من الغربي للأغاني نتاعنا؟ ممكن. في علاقة شوية بين الأغنية الغربية والأغنية الصحراوية من حيث الموسيقى؟ في إيه. لانه تقريبا الاغنيه الامازيغيه تعتمد على العزف بلوز. صح، على البلوز. البلوز وحتى في الامريكا وهادشي عندهم البلوز. الجيتار الكتريك نلقاوها في الفرق الموسيقيه الصحراويه. كاين بزاف شباب في عمرك الان ولا يستهويهم، خاصه شباب من منطقه الصحراء، يستهويهم الفن القناوه اكثر شيء. انت ما حبيتش تميل لهذا تقريبا؟ نو في تمر راس ما كانش. لا بالعكس. لا. بشار برك. تمر راس على بالك هذا ثاني مفهوم من فهم الغلطه اللي رانا دينا حنايا. يعني الجزائر مطلوبه دائما الصحراء مطلوبه القناوه، مع انه عندهم فرق شعبيه شبابيه في الجنوب الجزائري رهيبه. خلوه يعرف مع الطبوع اللي عندكم في تمر راس، نوع الطبوع الموسيقيه اللي كاين ولا حتى الفرق المعروفه محليا. ايه. اللي يسمعوها الشباب. دوك كاين مثلا الفرقه اللي معروفه عالميا كيما تينراوي. معروفه اكيد. وكاين فرقه راهي زعما بدات تعرف، كاين كيما يمرهن.
وكاين الفرق اللي كانوا معاه كانوا تحت مدام سلال اللي كانت شاده دار الامزاد. الامزاد كانوا مع الامزاد. كانوا مع الامزاد ايه. انا روحي كنت مع الامزاد قبل يعني. و الفرقه اللي داروا ثنائي ديو مع كادر جابوني. ايه شوف لو كان جميل جدا. ايه هذا الجروب كان ثنائي رائع. ثنائي رائع وحتى الطابع الصحراوي صار فيه تجديد. تجديد. صار فيه نفس جديد. جميل جدا. انت بالنسبه لك خممت اخيرا انه يكون عندك اغنيه ليك وللفنانه بركه نوجه لها تحيه. زوز كاينه واحده مع بركه وكاينه مع وسيم. درت اغنيتين. ايه اغنيتين. اوكي الكلمات شكون اللي كتب وشكون اللي لحن؟ انا. انت يا كتبت انت لحنت؟ ايه ما شاء الله عليك. باللغه الترقيه دائما. باللغه الترقيه واللي مع بركه بالعربيه والترقيه وهي بالانجلي. كيفاش كان المزيج؟ المزيج شغل حاجه جديده. إيه؟ لكن حافظتوا على الطابع الصحراوي. شويه يعني بصح ما رحناش كامل. يعني قعد اللمسه نتاعها قعدت نتاع الطابع الصحراوي كنت نسمعها. تعرف باش يعني نتاع. وكيفاش وقع اختيارك على بركه؟ كيفاش جرى اللقاء بيناتكم؟ ولا هي اللي اختارتك باش تكون معاها في الاغنيه؟ تقريبا هي امي نعرفها يعني. هي صديقة لكل بركة بشهادة من الجميع. نقول لها تحية كبيرة. إلا ونلقى فنان ما يعرفش بركة هذا شيء مستحيل. تحية كبيرة للبركة ناشطة كثير. وهي باغية وهي يعني باغية تبغي التراث هذا. وتساعد هي تساعد بزاف بركة يعني كثير من الشباب اللي كانت سبب أنهم وصلوا برنامج صباح الشروق. صح بفضل تواصلها معنا مع برنامج صباح الشروق. صح. عندنا فضول أنه نسمعوا هذه الأغنية الجديدة. سمعنا شيء؟ نقدر نسمعك غنية قبلها. يلا تفضل خذ راحتك. واسم الأغنية اللي حتختارها الآن؟ كان غنية عشب حسني. عشب حسني؟ أنا عندك في بالي تختار حاجة صحراوية. وش من الأغنية خيرت الحسني الله يرحمه؟ ما تبكيش. ما تبكيش. قولي إذا مكتوبة. يعني عزيزة علي. يلا. عشرتنا اختي والفتك وانتي والفتيني ربيت معاك دراري صغار يلي نسيتينا ومعك ذكريات ما ننساك ما تنسيني ما ظنيت نتفارقوا من بعد عشرتنا اختي والفتك وانتي والفتيني ليت معاك دراري صغار اللي نسيتينا ومعاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني النهار اللي تفارقنا ما زلت شفت الهنا عيت من الطبة والطلبة والله ما نفعوني حتى في المنام صورتك تحذف عليا سمعت عليك هدر طايرة راكي شفيتيني ما ظنيت نتفارقوا
بعد عشرنا اختي والفتك وانتي والفتيني. برافو 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 تواني برافو، صحة عندك نفس وحده الروح فيك ما شاء الله عليك، واحساس حتى العز هديتها حتى العز ما شاء الله جميل ما شاء الله. يعني مولين براي تحب الراي شاب حسني وشاب خال احد ما كان برك الراي جديد احسنت الاختيار. قامت في الفن الجزائري الرومانسي يعني في لا شاب خالد و وشاب حسني حسني برك ما خممتش دير دوك انا نشوفوا موضه الكوفر بزاف هاد لي جان جدد يعني الموهوبين يحبوا يديروا دي كوفر الفنانين وخاصه حسني عاودوا له بزاف ما حبيتش دير كوفر شاب حسني بما انك تحبوا درت وحده درتها واش اخترت اغنيه نفس هاد الاغنيه نفس هاد الاغنيه عنده متتبعين في في تيك توك والانستغرام ما شاء الله عليه ودركا راه يحوس يبحث على شخصيته الفنيه وراه يحاول على التمثيل والطابع اللي هي ما عندكش منتجين تتعامل معاهم لانه صاروا بزاف منتجين هما اللي يوجهوا الفنان ربما ويعطيوا له الشخصيه الفنيه اللي تليق به لا ما عنديش والفنانين من اهل المجال ما تقربتش منهم سمعوا صوتك الفنانين كيما كيما نتاع هنا ولا اي فنان يكون يعني معروف وصنع لنفسه مكانه فنيه عندي فنانين اصدقائي ايه نتاع الصحراء يعني ايه وش نوع النصائح اللي يمدوها لك؟ دير ستيل تاعك باش تنجح لازم ستيل جديد وستيلك ولقيت ستيل تاعك راني نحاول نقدر نقولوا انه ثنائي مع بركه راح يكون هو ستيل تاعكم الجديد ان شاء الله نورمالمون يعني الاغنيه اللي مباركه نورمالمون كملناها يعني ايه بس يعني دوكا رانا نسجلوا في الاستوديو نتاع زوج الفنانه الراحله ريم غزالي يعني من توفات حبسنا في الخدمه شويه قالوا هاد الايامات يعيطوا لنا نكملوا يعني ان شاء الله يا رب يلقى النور هذا العمل لكن هذا ما يمنعش انه راح تسمعنا حاجه نختموا بها اللقاء نشكرك اول شيء يعطيك الصحه اللي جيتنا ونتمنى له كل التوفيق في دراستك وفي مجالك الفني شكرا جزيلا لك للاسف الوقت جاز بالخف ان شاء الله يكونوا برك المشاهدين استفادوا وتمتعوا معنا انا نشكرك لطفي سعيده دائما لتقاسم البرنامج معك ونشكر كامل الطاقم الصحفي اللي كان اليوم على راسهم منسقه الضيوف زميلتنا امل ابو عزه وكامل الطاقم التقني على راسهم اكيد مخرجنا محمد لمين جندي نخليكم تستمتعوا بهذا النغم ونبقيكم على الف 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 خير سلام باي تقول الناس عن حبي ما قالوا حبك يا أغلى الناس باقي على حاله لو طالت ليام والعينان طوال وأنا والغرام وفوقي موالو منال عيشون بمناسبة نجاح في شهادة التعليم الابتدائي بمعدل 89 وبتقدير ممتاز التحية لكم جميعا حبيبي يا نصيب شمسي لا تغيب حبيبي يا نصيب شمسي لا تغيب مهما تقول الناس عن حبي ما قالوا حبك يا غلى الناس باقي على حاله